انا مخلط ظروف، انا مخلط كندير خلطات تا غادي تستمتع غادي بان لي داكشي زوين الدراري مزيانين وشي جمعنا بحال تلاقينا في كيداير بخير يلا زيد نديرو شريك جمعنا بحال قلنا كنا مقصرين حتى وصلنا للدومي فينال حتى ولينا رابحين احسن لعبه في العالم العربي في 2012 ديك الساعه ولا 2013 كان البلدان العربيه كيشوفوا لينا بحال هما حنا اساتذه ديال الجيمين. انا خرجت من الطب باش نقول هذه الكلمه اسيدي الفرملي الطبيب الا جيتي تدخل تخدم من 9 وتمشي مع 12 ولا الوحده عيب عليك، عيب عليك، كتعدى على الناس. تصور معايا نبداو غدا 2023 فاتح يناير نقولوا تراني اللي شد الهم الله يعاونو، اللي خون شي فلوس الله يعاونو، تحاسب القانون. دابا كلنا غنخدموا معقولين. الا بالك شي واحد كيقول شوف انا عندي الفلوس وكيبدا يبين لك المصوات هو ساكن في دبي ولا ساكن في تايلاند ولا هذا، كاين شي فورماسيون غتبع ليه غادي يبيع لك شي حاجه وانت هو الضحيه. عاوتاني لقيناك فواحد النهار توجد لواحد الفيلم ديال الانيماسيون ميكياج ومتحرك، كيفاش جات ليدي؟ كيفاش خدامين عليه؟ وهذه القصه هذه كتعاود على المغرب 2080 اللي درتو بلاد اكثر تقدما في العالم. وكنعيشوا في واحد المجتمع مختلف على دابا، الماء فيه قليل في هذا ولكن مضحك شويه. والبطل ديالنا خصو باش يلقى باه اللي كيقلب عليه خصو يجي المغرب ديال دابا. لا كيقول لك الجابوني كيفيق الصباح كيلقى ما قال مهرسه كيخرج منا باش حاجه فهمتيني. اي راه كنا كنحلموا بحال هكا. دونك انا قلت بلاتي هما قدو يديروا مالنا باش فايتينا، هما كياكلوا الروز حنا كناكلوا الخبز، ما فايتنا حتى حاجه، حتى نتقاتلوا نديروا فعلا. علاش علاش ديجا لي جو فيديو واش كنعز لك لي جو ولا لا؟ غادي نقصر انا بحال ما قال لهم بون، انا بحال قال لهم احنا غادي نقصرين. هاي تنطلقوا في اون نوفيل فيديو مع ضيف جديد اللي جاي يعاود لنا القصه ديالو، كيفاش لقى لا باسيون الشغف ديالو حول خدمته ولا تعيش به اليوم. واليوم معنا لو بيغ برادر ديال الويب المغربي، اليوم معنا السي انس فيلالي. صافي سي انس، شكرا بارك الله فيك، مرحبا بك عندنا. الله يبارك فيك، صافي بليزير نتلاقى بك اول مره. بشحال هادي وحنا تابعينك بجي عندنا اليوم يلا كتاب، واليوم بغيت نعرف لو باركور كامل ان شاء الله. ايوا كنظن الا بديت على الباركور كامل خصنا واحد الساعات كثيره. انا الباركور غادي نلخصو لك في جمله، هو الاولاني علاش، لانه الا جيت نعاودو غادي يبان داكشي مخرمز. انا بصفتي مغربي تزاديت في حي شعبي في كازا درب السلطان، كان عندي واحد كنت مساوي والو، وكانوا واحد الناس عاونوني، بينهم اساتذه بينهم جيران بينهم الوالدين كذلك والعائله، وبغيت نرد داكشي اللي عاونوني، بغيت نردو لبلادي. يعني المغرب درت مني انسان، مقومات انسان عنده قابليه انه يغير واحد المجتمع ويخدم عليه. كنحاول كل ما استطعت. دونك ديما بقات عندك ديك لونفي باش ترجع؟ لا ضروري، هي الحافز الاولاني، هو اللي كيخليني نفيق الصباح. حيت كيف ما كتعرف انا التكوين ديالي عندي دكتوراه في الطب، خديتها في 2006، وهذيك الدكتوراه في الطب درتها شغف حب، ماشي بحال الواحد اللي كيصيفطوه والديه كيقول ليه سير ولدي بغيناك تقرا. لا كنتي باغي تقرا لا ميديسين؟ لا كنموت على لا ميديسين، لان بالنسبه ليا كانت من بين المهن القليله اللي تقدر تخدم فيها، يعني تصور رزقك و ميم طون كدي دعوه الخير. هذا هو الهدف الاصلي. وحتى الائمه الكبار بينهم ابو حميد الغزالي كان رخص للطبيب انه ما يمشيش لصلاه الجمعه، لصلاه الجمعه هي مهمه اذا كان في عياده مريضه. يعني شوف القيمه ديال الطبيب. والطبيب عنده واحد الاسم في العربيه ما عندش دابا، ولا ملخص طبيب ولا شي هضره على الطب، ماشي هذيك، كان سميتو الحكيم، فيها واحد الحكمه، لانك كتعاشر واحد الحاجه زوينه وكتخلع الناس بزاف اللي هي الموت، فهمتيني. مع كتدخل للميديسين كدوز بريمير دوزيام اني في لافاك وداك الشيء، تبدا تشوف لا تروازيام اني ملي كتشوف كتضربك وكتاخذ التصرفيق، كيبان لك واحد عنده 18 عام جاه كونسير غادي يموت. بان لك يعني ما كتبقاش داك ما كيبقاش داك الحلم في الحياه، كتولي واقعي بزاف. وكتعرف بانه الموت جاياك.
دونك ما عرفتها اليوم ما عرفتها غدا. دونك كيولي عندك واحد واحد الحاجه مهمه هي كيفاش كتعبر الوقت ديالك. الوقت كتولي كتقول الا كنت غدا انا ميت وما عندي حتى حاجه باش ناكد لك بانني غدا غنكون عايش. الا كنت انا غدا ميت واش غندير هادشي اللي غنديرو اليوم؟ سهل السؤال بسيط. كنسول على راسي كل نهار، غدا عرفتي راسك ميت شنو غتبغي دير؟ شنو تبغي دير انت نيت؟ انا جو كرو شي اللي ندير دابا مزيان. دونك انت مقتنع به؟ كاين واحد اخر اللي في الحياه غير كي غير غادي معاه بحال الواد، هي غدا به اكزاكتو. ما عندوش واحد لا ميسيون ولا واحد باغي يخلي اون تراس ولا شي حاجه. لا لا ماشي الهدف ديالي نخلي اون تراس، ما كنظنش ان الاعتراف غادي يجي من عند شي حد، فهمتيني؟ لانه اللي كيقلب على الاعتراف من عند الناس راه ما غايدير حتى حاجه في حياته. كيف ما درتي في جميع الاحوال غادي يكون عليك نقاش. وسيد الخلق النبي محمد صلى الله عليه وسلم راه الناس قالوا فيه وباقي كيقولوا فيه، ولكن كان عنده القناعه بان داك الشيء المهمه اللي عنده خصو يديرها. انا القناعه ديالي هو انه خص هاد الناس اللي عاونوني بلا ما يعرفوا شكون انا ولا شنو كنسوى ولا شنو غنولي نسوى، داروا في واحد الخير وزادوا، حتى انا بغيت ندير بحال هكاك. دونك هذاك الطب هو الاولاني اللي مشيت فيه، ولكن الا بغيتي تقرا في لافاك ديال الميديسين حنا فوقيتنا ما كانش كونكور، كنا كندخلوا بالنقطه، الحمد لله كانت النقطه مزيانه ولكن ما كانش المصروف، ما كانش باش تصرف على راسك. دونك جبتي باك بمويان مزيانه، كان عندك بوسيبيتي انك تدخل؟ راه جبنا باك بمويان مزيانه بزاف الصراحه، وما كنتش كندخل الليسي، كنا كنكاسيو بزاف صافي، ولكن طريقه الخدمه كنا كنخدموا بالعقل شويه، ما كنمشيوش داك الشيء ديال، ما كانش عندنا عاوتاني هاد القضيه ديال الانترنت. حنا ديك الساعه الله كيف بدا هادشي شنو كتكتشف الانترنت؟ ما كانش ديفيرتيسمون، كان عندنا التلفازه فواحد الوقيته كتبدا مع 6 وكتسالي مع 11 ونص الليل، يعني عندك كتسالي قرايه صافي، لا عندك تفرج في الرسوم المتحركه ديالك، من بعد كتمشي توجد ما كاين والو. من بعد عاد باش بدا الدوزيام، عاد باش بدات شويه انفتاح، بدا البارابول وهذا، مي ولكن فوخا هكاك في ديك الوقيته ما كانش عندنا ديفيرتيسمون بزاف. وهادشي اش كنقول انا، حتى الناس القدام كان كي في حياته كيصاوب كيكتب 40 100 كتاب، هادشي ما كان بيدار، الظلام كيطيح، علوم مختلفه ماشي غير كتلقاه كيهضر لك في الاسترونومي، كيهضر لك في الطب، كيهضر لك في الرياضيات. حنا دابا غاديين وهاد الديفيرتيسمون كياكل لنا واحد القدر كبير في حياتنا، وانا ما كنشوفش هادشي كخطر، هذا كنشوف واحد التطور خصو يكون. المهم منين مشيت لافاك، لافاك خصك باش تعيش، يعني خصني نبيع ونشري، مشيت كنبيع ونشري. مشيت كنمشي الشينوا كنجيب السلعه ديك الساعه. كان عندي واحد الظروف ان ساعدتني باش نمشي، لان الوالد كان خدام في الخطوط الجويه، وخديت البيه الطياره ب 500 درهم يعني ما كان، وتسلفت. هاد المغامره بعدا كي جات؟ زعما انت جالس تقرا في الميديسين، من بعد غتفكر باش تمشي دير ان بيزنس في شينوا؟ غنشرح لك في جمله، الحاجه تؤم الاختراع. يعني ما عندكش باش دير وانت عندك 20 عام باقي تقول باك اعطيني، ما جاتش على حسب كل واحد. دابا شينوا تمشي حتى لشينوا شويه، ماشي اي واحد يدير. ديك الساعه كانت شينوا يلاه كتحل، يلاه كتنفتح على العالم. مثلا نعطيك، كانت كانيطه ديال المناضه كدير درهم، ليكيفالون ديال درهم. علاش شينوا؟ لانه كان عندي واحد المحيط كان كيتعامل مع البلدان الاسيويه، يعني انا شفت من المحيط ديالي الناس فين كيتخدموا، حتى انا مشيت. الناس دخلوا فلوس من تما. خدموا بيع وشراء، بيع وشراء. انا هاد الكلمه ديال دخلوا فلوس ما كنامنش بها بزاف. داروا بيع وشراء. اللي كنامن بواحد القضيه، والله لا قفلتي لا فورتي، يعني خصك ضروري تحرك. ومشيت وخسرت فلوسي كاملين اللي تسلفت عند الناس، تسلفت عند الوالدين اللي هما الممول الرسمي لكل الشباب المستثمر واللي كيدير ضروري الله يخليهم لينا. وبطبيعه الحال ما كاينش داك الشيء الهضره ديال البنكات تعاونك وداك الشيء، حنا ما كانش عندنا ديك الساعه داك الشيء كامل. وخسرت كاع الفلوس تقريبا، بقات لي شي بركه. ورغم هذاك تعلمت درس كل بحال، مشيت لواحد لونيفرسيتي وقريت، تقامت عليا بواحد قدره المال خلصته، هو داك الاخطاء اللي درت نهار الاولاني. من بعد عاودت الثانيه الثالثه الرابعه الحمد لله. تما ملي كتشوف بحال واحد الطريق تبعها، ما تابر ما تخافش. اوكي دونك من بعد شنو كان لو غوتور المغرب ولا؟ لا هو دائما كان باين بين لافاك الميديسين وبين اون باراليل، كنمشي كنجيب السلعه، كنجلس كنبيع ونشري في درب غلف. دونك بدا شويه المصاريف تيدخل ضروري شويه الحمد لله. وديك الساعه ربي يسر. المهم قريت لافاك وانا مرتاح ماديا، يعني ما عنديش،
كنت نمشي قبل كنمشي في طاكسي بيض حنايا ديك الساعه طاكسي الغرام كنمشيو مع نكين شويه يسر الله خديت اونو بديت بها سياره عاديه انا اوكازيون ايوا راه كانت سميتها السياره الاقتصاديه خصك تعرف عندنا واحد التاريخ مع صناعه السيارات. المهم من بعد انا ما بقيتش داك البيزنس خلعني شويه لانه فيه كان فيه بزاف لي بارامتر ما كانت ميتريزيهمش بينهم الديوانه بينهم تقدر سلعتك تكون فيها الكونترفاسون هذا تقدر تخاد لك راس مال كله يمشي دونك كانت كتدير لي واحد المشكل وجات واحد الوقيته عاوتاني ملي قربت نسالي لافاكت الميديسين دخلت مع واحد الشركه ديال تطوير الادويه دونك درت واحد لا فورماسيون في مجال تطوير الادويه بين 2006 حتى 2010 وهاد الشركه بعد سنتين وليت انا والمدير ديالها في المغرب دونك كانت عندي ما كاملاش 30 عام الهدف منها هو كان هو تطوير ادويه جديده دابا هادشي اللي كتسمعوا به الكوفيد وهذا حنا كنا كنخدموا على تطوير ادويه اللي غادي تخرج منها 10 سنين 20 عام مالوغوزمون عندنا واحد المجال القانوني في المغرب ما سمحش ان ديك الشركه تزيد اكثر دونك ارتأت انها ترجع في حالتها لاوروبا حيت عندنا واحد كانت عندنا واحد الثقافه ومازال كتخلعني انايا صراحه يعني هي اللي موقف المغاربه ما نساوش بان المغرب راه غير هاد 200 عام الاخرى اللي كان شويه كل العصا يعني راه قبل راه كنا وصلنا حتى لفرنسا يعني المغرب راه وصل لحدود مصر والسنغال يعني دائما كانت واحد البلد واحد الامه قويه وعنده واحد الخلطه وعنده واحد الخلطه ديالو ما يفهموناش الشيء اللي كنقولوا داير انا ما كنبقاش نحاول نجحد مع مثلا شي واحد لا ما نشرحش شي واحد حنا قائمون على بداتنا كيفاش يعني كان دائما داك المشرق مزيان عندنا مع علاقه مزيانه كانت الدوله الامويه ومن بعد العباسيه ومن بعد غيرها ولكن كان دائما عندنا حنايا واحد الملكيه خاصه هذه الملكيه بحال لي جو بحال الالعاب دائما كيكون عندك واحد لو ليدر اللي هو كيكون لو جينيرال هو الحامي ومن بعد كانت واحد الخلايا كبيره اللي هما الزوايا يعني القبائل والزوايا القبائل والزوايا وعندنا العائله راه كانت القبيله دائما مهمه في المغرب باقي عندنا الان ولكن ما بقاش عندنا ديك القوه اللي قبل واستغلها المستعمر يعني حنا كنا واحد الوقيته وصلنا لواحد الاوج للعلوم ما تنساوش ان ابن رشد اللي دخل العقلانيه لاوروبا وهذا هذاك راه مدفون في مراكش يعني المغرب ما عمره ما كان واحد الجوهره سبيسيال ولكن ما عمره ما كان عندنا داك الترفع على الاخرين لا دائما متواضعين لانه منين واحد كيوصل لواحد المستوى كيعرف انه ما ساوي والو وكيتواضع انا كنقول لهم هذا هو الاساس ديال المغاربه واخا نكونوا مخاصمين مع الجيران ولا شي حاجه الصواب كيبقى ديما عندنا دائما نبقاو مصوابين لانه المستوى ديالنا ثقافيا طالع شويه ولله الحمد وبتواضع دائما هذا كاين وبهذا الايمان القوي بهذا الشيء كان بديت تدوين وانا ديك الساعه التدوين راه ما كانش معروف بزاف فيسبوك يلاه كيبدا 2008 2009 بديت تدوين يلاه فيسبوك لي ريزو سوسيو باقي يلاه ديك الساعه فيسبوك يلاه كيقول بسم الله كنعقل النهار الاولاني فاش بدا انايا كريت واحد الكونت داير بشالية وتويتر لا ميم شوز وبديت تدوين بديت باش نجاوب على واحد تخربيز كيتقال على غزة على فلسطين اللي هي ديك الساعة كانت كتواجه واحد الحرب جيت كنكتب عليها بديت كنكتب على شي حوايج على المغرب اللي ما كنتفقش معها ديك الساعة المجلات اللي كانت في المغرب ولا الناس اللي كيقراو لهم بزاف مثلا تلكيل ولا لو جورنال ولا غيرها وكانت واحد النهضه نقولوا ثقافيه في المغرب سميتها نايضه الا كنتي تعقل حتى موسيقيا وهذا دونك كان واحد عندي واحد الهدف اني نعبر بلا ما يعرفوني شكون غير الديجيتال كنعاون في هذه القضيه ضروري هو الوسيله لانه انا شكون غنمشي عند الصحافه ما غاديش تستقبلك ديك الساعه كانت علاقه مع الصحافه كانوا كيشوفونا منبوذين يعني ما ساوين والو واش تمشي الراديو ما كاين اللي كيعطيك الصوت دونك خاص تكون عندك اكسبيريونس في الصحافه ولا شي حاجه باش تدخل هاد واحد القضيه ديال الاكسبيريونس انا ما كنتفقش معايا ماشي اللي قال لي ميتي كان على ايبوك لا هي دائما كاينه هاد الهضره كيقول لك ويلا ما كنتيش قاري الفقه ما تقدرش تهضر في الفقه الا ما كنتيش قاري في هذه في الصحافه ما ديرش الصحافه الصحافه ماشي ضروري كاين راي والراي ماشي ضروري يكون صحفي وديك الساعه كانت واحد العلاقه كانوا كيشوفوا انترنت بحال شي حاجه يعني ثانويه ما ساوياش
داير خطا المغرب بزاف ان الصحافه ديالنا ما عندهاش واحد الصيت عالمي. فين الصوت المغربي ما كيوصلش للامريكان، ما كيقرا حتى واحد في امريكان. عندك ويكيبيديا، ويكيبيديا المغاربه ما باغينش يشاركوا فيه لانهم اعتبارات اخرى نقدروا نوصلوا لها. دونك بديت كنكتب النهار الاولاني فرحت بزاف، بقيت عندي قراء بزاف. النهار الاولاني كتبت لا انا نشرح لك شنو طرا. النهار الاولاني جيت كنشوف احصائيات ديال الموقع، لقيت ديك الساعه بدينا بلوغ سبوت اللي هو كان ديال جوجل، شريته جوجل. بديت لقيت واحد 100 فيزيت في ذاك النهار. اوكي قلت واه كيفاش هاد تراك خطيره منين جاوا الناس. وكنكتب بالفرنسيه علاش؟ لانه انا بغي نواجه الفكر الاوروبي شويه. اوكي منين جيت كنقلب واحد شهور من بعد فهمت شنو الاحصائيات داكشي، لقيت غير انا راسي كنعاود نرجع كنرجع للموقع ديالك. لوطو موتيفاسيون احسن حاجه 100 مره في النهار. كل شويه كترجع كتقول واه شي واحد خلى شي كومونتير. هذيك الساعه ما كانش نوتيفيكاسيون وهذا، شي واحد خلى شي كومونتير نجاوبه ولا هذا مدافيه هذيك. دونك ولكن كان واحد الطموح بدا، وبديت كل نهار كنكتب. وبقيتي كمال واخا كنتي بوحدك اللي تشوف لي ماشي مشكل. وبطبيعه الحال تعلمت من 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 التدوين واحد الحاجه زوينه، ان نقبل الراي المخالف وكيفاش نكون مسؤول. شنو هي المسؤول؟ مسؤول هي واش نختار نجاوب ولا ما نجاوبش، فهمتيني؟ حيت ماشي كل الاسئله خصها اجوبه. ودابا اللي كنشوف بزاف بحال دابا استفزازات. دابا انت احنا عباد الله وصلنا للدومي فينال ديال المونديال، وواحد هنايا في هذه الجهه كيقول لك لا نتوما ما ديتوش كاس العرب. وبصح سيدي وكاس العرب شنو كتسوى قدام الدومي فينال؟ ما نطقش معاه انا رابح. ما كنعطي واحد المثال مع كامل احترامي للجميع، الى كل كلب كينبح وتنضربوا بالحجر ما غنساليش. انا ماشي الهدف ديالي نبقى نجاوب الناس. انا الهدف ديالي هو انه نعطي الراي ديالي و جنري انا بروفي. ما عندي من انا قائم بذاتي، ما عندي من ماشي انا كنهضر على المغرب، ما عندي ما نوري بحال دابا الصحراء. باش نبقى نقول لهم انا لا وحنا التاريخ ودير السطر ولا ما ديرش جوجل، دير السطر ولا ما ديرش السطر. غدا غتشد الطوموبيله غتمشي لكادير، تشد انت زنيت تمشي للعيون، غتمشي للعيون ما كاينش يحبسك. غتلقى البوليس المغربي. دونك اش نبدا نشرح لك انا؟ وزيدون البلدان الكبيره شكون؟ امريكان، اسبانيا اعترفت بك. دونك كاع داك الاشكال انا ما تحتاجش تعترف بيا انت. بحال واحد اخر كيجي يقول لك لا انتم امازيغ ولم تقولوا العرب ولم تقولوا افريقيا ولم تقولوا. سيدي شنو انا خريت من هذا الشيء كامل؟ شنو عربي كنتكلم باللغه العربيه؟ اتكلم بالعربيه. واش انا امازيغي؟ بطبيعه الحال انا امازيغي. واش افريقي؟ هي انا افريقي. ولكن ما تفهمش بان انا خريت من هذا الشيء كامل، وما عندي ما عنديش ديك النزعه نمشي لهنا ولا لهنا. انا الهدف ديالي هدف كنظن كاع المغاربه هو انهم يشوفوا حياتهم احسن. دونك منين مشيت للتدوين من بعد واحد عامين وليت معروف، ولا الموقع ديالي معروف، ولكن انا ما معروفش وما بغيتش نتعرف. حتى ربحت واحد الجائزه هذيك ماروك بلوغ اووردز على ليبوك سميتها، دابا يلاه ولات ماروك ويب اووردز. دونك ربحت بلي فوت ديال الناس وهذا، ومن تما خرجت للعلن وعرفوني الناس. صافي انا في 2010 بالنسبه لي سالت الشركه ديال تطوير الادويه، وغادي نرجع للطب ديالي باش نعاون الناس. دونك رجعتي اكزرسيتي؟ لا ما عمري رجعت اكزرسيس. دونك ما عمرك درتي طبيب؟ لا انا 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 كنقول واحد القضيه، ربي الا قسم لك حل لك واحد الباب سير سير جرب. دونك ديك الساعه كنت تدوين ما معروفش بزاف، ولكن ملي تعرفت كانت واحد الاشكالات جايه في المجتمع. 2011 كانت الثورات العربيه والربيع العربي اللي كيسميوه ربيع وعربي اسماء مهم. ولكن في الحقيقه الدوله المغربيه ما كانتش عارفه كيفاش تتعامل مع داك الشيء. دونك الدوله المغربيه باختلاف فروعها وهذا كان منهم الناس اللي باغيين يتصنتوا. كنلقاهم كيجيو للبلوغ وداك الشيء وتشاور معايا، جاو سولوني بدون مقابل، عطيتهم الاجوبه ما تضربوش المغاربه، خليهم يخرجوا مزيان انه وديروا واحد التغيير في المجال السياسي وداك الشيء. دونك خدمت انايا، درت واحد المقارنه بسيطه على الدستور المغربي وخدمت مع لا كوميسيون اللجنه. دونك شاركتي في المقترحات اللي كانوا في الدستور المغربي؟ والمقترحات كاينه موجوده الان في المكتبه الوطنيه وتبقى للتاريخ. وما بغيت حتى يعرفها، ولكن لان كنامن مره اخرى خصني نرد داك الشيء اللي داروا معايا الناس. وبقيت غادي الشركه ديال تطوير الالعاب. صافي نرجعوا ديجا
دابا هضرنا على بزاف ديال الحوايج. هذا هو المشكل شتي شتي هذا مشكل. طيب لونتربرونيا اللي بدات اون باراليل شويه كملتي فيها من بعد تدوين شويه دابا اكطوالمون جو كوا كاين مستشار في مستشار بزاف ديال الوزارات دونك نمشيو حاجه بحاجه لو باركور ديالك اللي كان اون باراليل مع القرايه واش عاونك بزاف في لونتربرونيا وفي لونتربرونور اللي انت دابا. الوغ شنو هو لونتربرونيا بعدا بالنسبه ليا اي انسان هو اونتربرونور هذاك اللي كيقول لك لا خصك تقرا وداك الشيء اللي ما كنتفقش معاه تقدر تعلم لونتربرونيا واحسن مدرسه لونتربرونيا هي التجربه هي براتيكي غتقاي تعيا ما تقرا عليها راه بحال دابا كيف تصبح مليونيرا في 20 يوم ما عمرها تخدم لك ولا ديك لا سومين دو 4 اور وداك الشيء داك الشيء بالنسبه ليا كيبيعوا الناس الوهم وبعيد على الحقيقه مره اخرى والله لا قفلتي لا فورت يعني غادي تعرف منين غادي تبدا انت دير فورماسيون في لونتربرونيا هذاك اللي غادي يديك فورماسيون شنو غيقريك كاين ديفيرون كا كاين بزاف ديال الاكاديميك ما يمكنش كيعلم لك الواقع لانه entrepreneur c'est un mindset c'est واحد الطريقه ديال التفكير واحد طريقه العيش ماشي غير ديال التفكير ديال العيش. نعطيك واحد المثال انا مثلا كنت كنفيق معطل واحد الوقيته قبل في 2000 ملي ساليت لافاك وداك الشيء حيت كتضرب تماره في الميدسين وليت كنت كنفيق حتى ديك العشره كنفيق معطل وكنظن اغلب دابا الشباب راه عندهم هذه القضيه كنكونوا باقيين جون عندنا الدماغ ديالنا كيحتاج انه ينعس وكنبقاو سهرانين بالليل ومع لافاك كتبقى خصك تحفظ حتى 3 4 الصباح ضروري مسهر دونك وبقات في القاعده ديال 10 الصباح وانا عندي شركه والناس خصها تخلص اخر الشهر ما كاينش تجبد لي الكتاب ديال 20 يوما وتسناوني راه غنولي مليونير خصك في الاخر الشهر تعطيه رزقه والضريبه ديالك خصك تخلصها في الوقت انت الا بغيتي تبعد على المشاكل بغيتي تخلويض هذيك هضره اخرى ما نهضروش عليها هذا المايند سيت باش كيتطور هو الدماغ وذاتك بحال واحد العضله كل ما خدمتيها كل ما تقوات وباش تخدمها خصك تمشي للتيرا باش تبدا. انا بالنسبه ليا هو اي اشكال تقدر تطيح فيه قدامك راه سي اون سورس دو بيزنس اي اشكال تشوفه عند الناس حداك سورس دو بيزنس لوبورتونيتي تقدر تحل فيها بيزنس لوبورتونيتي كاينه بارتو يعني خصك تمشي الا ما عرفتيش حتى تدخل دير ستاج في شركه دخل دير ستاج في جمعيه انا كنت ديك الساعه مناضل في جمعيه التضامن النسوي ديال الحاجه شن الله يرحمها فاطمه وكنت اول عنصر ذكر يعني في الكوميتي وكان واحد الاشكال تمايا هو الناس كنشوفهم كيجيو بغي يديروا الزكاه خصك تعرف هذه القضيه كيقولوا المغرب البركه البركه حقيقه كنشوف الناس بزاف كيجيو باغي يخرج الزكاه وما عارفش فين حطها وكيخاف كيقول لك انا نعطي الفلوس وياكلوهم حيت عندهم مسؤوليه لان الزكاه خصها كتمشي في سبعه الناس ديالها اليتيم والمسكين وكذا ودي القربة دونك خصو كيخاف عليها كيجي كيبغي يحطها درنا لهم واحد الوسيله مقننه مقاده كيفاش يصوب مسائل وهذا هنا جبت اون اوبورتونيتي اون بلاتفورم اللي هي مانويل على ليبوك ما كانش اجي ودير سيت ويب ديك الساعه سيت ويب ملي كتقول على سيت ويب راه كتضرب ب 10 20 مليون وجمعيه على قد الحال وكان مثلا عندها كان عندها واحد الباتيسري كيخدموا فيه ديك الامهات اللي كانوا عندنا في الجمعيه وهاد الباتيسري كانت كتخدم جوج خطرات في العام العيد الصغير والعيد الكبير دونك انا بالنسبه ليا وسط السنه كامل يقدروا يبيعوا دونك كانوا يبقاو يجلسوا فوالا كنعطيهم دوطخ اكتيفيتي قلنا حنا الباتيسري غنخدموها مزيان وفعلا صوبنا لهم الطابليه درنا لهم براندينغ قادينا لهم مسائل وداك الشيء ولينا كنصيفطوهم للشركات فيما كدير شي ايفيرمون يعني غادي تعرض على الناس ضروري الناس غيبغيو ياكلوا حلوه دير لهم واحد بوز كافي ولا هذا كنقول لهم غتاخذوا مع عند الشركات الكبيره اللي معروفه الباتيسريات خذونا حتى حنايا وشحال ما بعنا في سبيل الله وداك الشيء ونتعاونوا مسائل وبدينا ومشيت عند شركه مثلا كبيره المهم ندخل في التفاصيل عطاونا طوموبيل مشيت نبيع الحلوه عطاونا طوموبيل للجمعيه يعني باش تعرف الخير كاين حيت انا اللي كيضرني صراحه يوميا واحد وجوج حوايج واحد لاتيتود ديال حنا والدوله ودي دلينا وهذا الدوله راه ورثه حيت خرجنا من داك المنطق واخا هي تجيك صعيبه هذه الهضره حنا خرجنا من داك المنطق ديال الرعايه حنا مواطنين مواطنين يعني عندك واحد المسؤوليه منين ما كتصوتش واحد اخر كيصوت في بلاصتك والسياسه واخا الناس تعلموا انهم ما يحملوهاش وفي العالم كامل ماشي غير هنا بزاف الناس ما بقاوش كتبلم السياسه ما مزيانش ولكن راه ضروري منها بحال داك الدول مر
هو دواك ما عندك ما دير هو باش يعني خصك انت تساهم والحلول ماشي ديما تيجيو من السياسيين ولا من الدوله لا ابدا تيجيو حتى من المجتمع المدني والافكار ديال الناس كتجي هي من اولا من واحد الثقافه واحسن مثال شنو هي الثقافه شنو اللي كيخليك انت اليوم غتلبس جين شنو اللي يخليك انت تشد الصف شنو اللي غادي يخليك انت انك تكون متابر في العمل ديالك واش هو الخوف من القانون ابدا كتخلص مزيان مثلا ودخلتي لواحد الوظيفه فرملي استاذ ولا هذا ما تقول ليش ان الدوله ما كتخلصنيش دونك غنغش الدراري الصغار ولا غنغش داك المريض جيتي وقفتي خدم اي غوتنا ما سيدي دير اضراب ديالك ودير الواجب ديالك وطالب بالحقوق ديالك كلها ومزيان وهذا هذا هو الفرق حنا كنقولوا وانا هذاك الكوار ناقص ما الاسلام الشهاده لا راه عندهم واحد المبدا ما هما راه كاين اللي ما امن حتى حاجه ولكن كيامن بانه عنده واحد الوظيفه خصو يديها لاحسن وجه وفين رجعناها رجعناها مع هذا المونديال هذا المونديال ما عندناش بطل ما كاينش بطل كاين لو جروب الجروب دونك ملي كتولي كتامن انك مغربي وانت تو في بارتي دو الجروب اللي سميتو المغرب خاص تيديك معنا وكيف داك الدراري في الاخر اللي بداو كيجمعوا الزبل ولاو مثال وثاني حاجه فراسك عطينا دروس عطينا دروس للعالم ومرة أخرى بكل تواضع هاد الدروس راه الغرب ما غنقولش يحارب العائلة ولكن العائلة فيه النواة الكبيرة ديال المجتمع تندثر حنا رجعنا حطينا الوسط كانوا ديزاكسيون بحال في الأول منتخب ديال ألمانيا كان داخل على ديزاكسيون كبار مثليين وداكشي مي من بعد في الأخر المونديال اللي بقى متورخ واللي بقى معروف هو شنو داروا المغاربة مع والديهم مع ما لي زاكسيون لي درنا لا وهي هي كتصرفقهم كتصرفقهم كتقول دابا مثلا حكيمي لعاب عنده تبارك الله شوف علم الله شحال كيصورت الملاير وعنده احسن سيارات وعنده احسن عيشه وعنده كذا وكذا ولكن فاش مارك البيت ماشي باش يركب طوموبيل ماشي يسلم على مو فهمتيني دونك عطيتيه واحد الدرس اللي هاد الدرس ما نظنش ان شي واحد يقدر يعطيه وعلاش المغاربه ربحوا قلوب العالم رغم انه كنرجع مره اخرى حنا مغاربه طيبين عزيز عندنا نتهلاو في الناس وكنبغيو الناس يحبونا ولكن نقول لكم واحد القضيه ما يحبك المغربي لانه غدا بعد غدا غادي يجي يسبك بشي حاجه لانه الا حس بك وليتي احسن منه ولا تطورتي عليه ولا شي حاجه ما غاديش يعصف الرويضه انا بالنسبه لي اخي الاول والاخير والمغربي احب من احب كريها من كريها داكشي علاش خصنا نتعاونوا كاملين ما عندناش عليها لي راه حنا غاديش نسميها حرب ولكن حنا كاين صراع دولي هذا الصراع دولي على التقدم على مصادر الطاقه على بزاف د الحوايج وحنايا بحال قلتي عسكر تصور معايا واحد جزء د العسكر ديالنا ما باغيش يضرب خسرتي من الاول دونك الناس منين كتعرف بانه حنا كاملين مواطنين لعابه كاملين في واحد فرقه كبيره سميتها المغرب فيها 34 مليون واحد وبانه اللعاب بحال واحد في لا ديفونس الا ما لعبش معاك مزيان غيتمارك عليك البيت دونك والقوه ديالنا فين كاينه في اضعف الناس بحال طالع في الدروج منين كتكون طالع في الدروج وقدامك واحد ضعيف غتمشي بالسرعه ديالو يعني الا حاولتي وعاونتي انه يزيد بسرعه غتزيد انت بسرعه يعني ما غاديش كانت واحد النظريه امريكيه كتسمى لو غوي سولمون بار لو يعني كل ما كريتي الناس عندهم لباس عليهم غادي يفرقوا الفلوس ويوصل لتحت كذوب هذيك ما خداماش الطريقه الوحيده باش تهز المجتمع ديالك هو من لتحت يعني اضعف الناس ويلا ويلا اول حاجه اضعف الناس هما الوالدين كيبداو بهم انه اول امر لاول نبي سميته نوح في عنده جوج الاوامر لا تشرك بالله وبالوالدين احسانا الا درتي الوالدين هزيتي بهم وهزيتي بالضعاف الاخرين اللي كاينين في الزكاه اللي كاينين في المبادئ اللي عندنا في قيمنا كاينه كونيه راه اليتيم كاين في العالم كامل راه الفقير كاين في العالم هزيتي بهم اطلع دونك هذا هو الهدف انا الاصلي اللي كنشوف بغيت نخدم عليه داكشي اش دخلت للسياسه ما انا نمشي نخدم كابيني والسياسه مع عمر كتجيب لك المشاكل غتطول الناس لسان طويل حيت غيسمعوك بانك تدخل انا ماشي سياسي ولكن كنعاون السياسيين اللي كنامن بهم دونك ملي يشوفك معاه يقول لك لا وانت يا داير في كلاشكل عجينه ولا هذا ما كنرضاش انا بصفتي مغربي من عندنا واحد المبدا ما كنرضاش انا ولكن انت عارف علاش دخلتي انا دخل بوغ ان اوبجيكتيف هذا الاوبجيكتيف وما بغيتش واحد يشكر وما مكيلاش تفسر لكل واحد علاش انا داخل انا ما كرهش يكون عندنا اكثر هذا الشيء اللي جيت انا اليوم هو نقنع الناس بانها عندنا امكانيه
تصوروا المغرب ما عندكش واحد ما عندكش واحد ال... ما عندك لا بترول لا غاز اش عندك عندك مغاربة عندك الفوسفات فوسفات احنا قدينا شوية طلعنا للمستوى ديالو ولا دي زونغري ولينا كنبيعوه في العالم ولكن عندك غير نتايا وامريكان والسعودية ولات عندك واحد القوة كبيرة وانت راه ماشي قوي بزاف غدا يجيو سطوفك غدا يجيو يحلوا لك المشاكل دونك خاصك تحلوا لك المشاكل دونك خاصك تحضر راسك دونك اش درنا تصور معايا انا في الثمانينات التسعينات تقول لي المغرب غادي يصوب سياره كل دقيقه نقول لك ويل بركه زين انا غادي تقول لي مثلا غادي يكون عندك اكبر ميناء في افريقيا وفي البحر الابيض المتوسط نقول الله يرضى تواضع معنا مي كانوا دي استراتيجي اللي وصلونا لهذا الشيء اليوم هي رؤيه هي رؤيه اللي شي عندنا نحمد الله ونشكر عليها هو عندنا واحد الحاجه اللي هي مخلاتنا ثابتين عبر الازمنه هي هذه اللحمه اللي كاينه بين الملكيه وبين المواطن هذه كاين الناس اللي ما يعجبهمش الهضره ولكن انا نقولها بكل وضوح بلا قائد واحد القبطان ديال واحد الباخره هذاك الباخره تمشي اللي جات مجرد تعفاها بغيتي انت تكون قائد ولا نكونوا كاملين قياد ممكن ولكن كيكون عندك واحد القبطان هو اللي كيامر وكينهي وكيحط وعندك واحد الرؤيه بعيده ريسبونسابيلتي وعنده لوتوريتي وما عندوش داك الهاجس ديال الزمان بحال رئيس حكومه ولا منتخب غايب سالم بعد 5 سنين وكيشوف 20 عام كيشوف 30 عام كيشوف 50 عام نقدر نقول كنشوف 50 عام 2080 كيفاش غيكون المغرب من 2080 تصوروا معايا انا كنشوف هذا الشيء لان حنا لا جينيراسيون ديالنا ولا جينيراسيون اكطويل لا عطات الله عطى الله عطاه انا ملي نهضر على التعليم بغيتي تصح التعليم خاصك تشوفوا من هنا واحد 25 عام شعطاك النتائج وحنا باقي كنشوفوا كيف ما بدات في كره كره كانت شي استراتيجي كلير من 2008 جو كرو ودابا بدات تعطي واش درتي خدمتي على واحد المنشات ولكن خطا عاوتاني في المغرب وحنا عندنا واحد الثقافه كوميرسيال كنمشيو للمادي بزاف واناليزينا الثقافه شنو هي الثقافه ماشي الثقافه هو الرسم والغناء وهذا هي جزء منه مكون ولكن هو اللي كيخليك انت كشخص كيفاش كتفكر كيفاش كتعامل ولا كيفاش خليك تشد الصف انك تحترم الكبير حنا كنا كنهزوا اللاطه للجيران فهمتيني ونمشي بها الفران هاد الثقافه ديالك ما خدمناش عليها بزاف لان ما كانش عندنا الموارد الماديه باش نخدموا عليها كيفاش كان في بدايه في 1999 ملي جا صاحب الجلاله محمد السادس كان المغرب عنده خياران كان خيار اما طريق نقادوها ونديروا الناس فين تخدم ونجيبوا الخدمه اولا غادي تمشي تافيسي في التعليم الصحه وهذا ما عندكش فلوس باش دير فيهم جوج ممكنش دير كل شيء ما عندكش خصك تعرف بان راه في 99 حنا المغرب راه يلاه بدينا كنتقعدوا واحد شويه مشاكل راه في الثمانينات كان الحسن الثاني الله يرحمه كان دير خطاب قال له المغرب سكته قلبيه يعني تصور معايا المغرب ما عندوش باش يشري لا مازوت لا قمح راه ملي كتولي ملي كتولي في اشكال كبير بحال هذا كيبقى شي بان لك واش انا غادي نتخلص في الاخر الشهر كتقول خصني ناكل خصني نحل المشاكل البدائيه دونك ملي خرجنا في داك الشيء مشينا واحد التطور دابا رجعنا للدوله المجتمع الدوله اللي كتاخذ بعين الاعتبار مواطنيها صحتهم وهذا لانه سي فري ملي كتوصل 40 عام كتخمم عاوتاني في صحتك هذا الهاجس هذا ولكن راه ما عمرنا ما نوصلوا للكمال ديما يعني يبقاو شي حوايج اللي خدامين الكمال هو طريق بلا نهايه والكمال لله وحده حنا دائما غادي نبقاو عندنا مشاكل واللي كذب عليك يقول لك حنا ما عندناش مشاكل كاينين مشاكل وما كيخطا حتى بلاصه في العالم ما كيخطا والو مشاكل ما يمكنك تقارن من المغرب اللي كاين دابا لهذه واحد غير 10 سنين كاين فرق كبير انا باقي عندي نقاش يومي مع الوالده كنقول لها حنا واحد الوقيته كنا كنديروا نسميوها نقول لك دانون واخا سميت شركه كنا دانون وبنان كنا كنديو اللي مريض يعني كتشوفوا لا كلاص مثلا كناخذوا في مناسبات معينه كان العيد الصغير كان عيد مهم علاش عندنا الشكيكيره كناخذ لا كلاص كنا كنجمعوا الفلوس كيعطيونا العائله اللي كيدور معاك كان 5 دراهم 10 دراهم 100 درهم ما وصلت 100 درهم 100 درهم كان ديك الساعه شي حاجه كنعقل الحليب راه كان ب 24 ريال نهضروا بالريال كانت مسكه كانوا جوج بريال سمعت مسكه مدور يعني 100 درهم ما كنتش دير بها بروجي ولا دونك بدينا بواحد ما كانش عندنا واللي عنده طوموبيله في الدرب ويلا مرفع
لا واصل مستوى راقي ولكن لاحظت بانه واخا عندنا ممتلكات اكثر ماشي بالطبيعه ماشي مباشره ولينا فرحانين اكثر لانه خسرنا واحد القضيه في هذا التراجي اللي درنا من الثمانينات للتسعينات لدابا اللي هي هذيك اللحمه اللي بيناتنا. انا مثلا ملي كانت جدتي تمرض كانت الجاره تجي طيب منين كان شي واحد كيتوفى في الدرب هادشي تلقاه مازال باقي شويه في الحياة الشعبيه وداكشي وراه مهم مي جو كرو مور كورونا هادشي تزاد تكثر ولا بنادم شويه خايف على راسو ولا حتى الشباب ما بقاش تابع بالفلوس مهمين ولكن فهم ما غاديش نجي انا نبقى نضرب تماره باش في اخر حياتي ولكن مشات لينا واحد القضيه مره اخرى واللي كنحاول نديرها دابا فواحد الرسوم متحركه خدام عليهم مع دوزام نقدر نهضروا عليهم من بعد هو نبينوا بانه بدون هذا التعاون اللي كاملين بينا ما غاديش نقدروا نمشيو بعيد ولكن كنشوف انا في 2080 حطينا واحد خطوات كبار يمكن ما يهمكش مستقبل ولادك لانه 2080 يمكن اغلبنا غيكون مات ولكن من هنا 2080 هذه كيفاش يكون المغرب كيفاش يكون ثقافيا خرجنا في واحد الوقيته حتى واحد ما يقدر يجاوبك حتى واحد ما يقدر يتنبأ لك بالمستقبل ولكن خدينا واحد الخطوات زوينين درنا مثلا عندنا مشينا في ذاك الطاقات المتجدده السولير واخا كتشكل واحد جزء قليل ومشينا في مثلا هادشي ديال الزياده في لي روتريت الناس اللي مريض مثلا يلقى في الدواء شنو هي ملي كنت كنخدم في السبيطار المريض راه والله ما خلص لا دخل وكان عندنا اشكال كان كيقول لك انت الطبيب ما تستقبلش المريض الا ما جابش واحد البون واش انا خدمتي طبيب نداوي الناس ولا نلاقب البون هذه من بين الحوايج اللي خلاني نمشي للطب لان الطب ولا ما بقاش الطبيب كيف ما كان الطبيب كان نفس الطبيب كان محترم كتهضر مع المريض كيحترمك دابا كاين اللي كتهضر معاه وهو ما تيقش في الطبيب ديالو وما يمكن قلت لهم تحت دونك هاد القضيه ديال انه اللي الا رجعنا لها والله ما يوقفونا غير غير يمكن حتى القمر نوصلوا ليه فهمت وشنو نقدر نقول للدراري اللي تيتشكاو بزاف بحال تو طالع قلتي كاين اللي خدام شي خدمه و تيدير اضرابات وهذا و تيتشكا مخلص بزاف حقو لا هو حقو الحق ديالو شوف المشاكل دائما تكون حنا الحمد لله نتوما وحنايا الحمد لله كما كيقولوا فزنا شويه خرجنا ضربنا تماره وعلى درنا الله البركه وباقي مسكين عنده 22 عام كيبان لي الافق مسدوده وسورتو واش كيدير كيقارن مع واحد في الانترنت كيجي كيقول لي شوف كيف تصبح مليونيرا غدير البيتكوين غدير لاباس غدير تريدينغ غدير لاباس اثر شويه على التري وغادي دير ان اف تي غدير لاباس ماشي كله انا عشتو الدراري معايا خدامين راه كاين اللي خرج مشى تبع ان اف تي ان اف تي هذاك اللي شرا اللي كنا دار بوم ديال واحد الرسم القروضه ديال القروضه وداك الشيء داك الاب وهذا كانوا كيتباع بملايين الدولارات ما كيسوى دابا حتى 100000 دولار مقاده يعني وهي مزيان شوف ما كاينش حاجه سميتها الربح السهل الا بان لك شي واحد كيقول لك شوف انا عندي الفلوس وكيبدا يبين لك المصوات هو ساكن في دبي ولا ساكن في تايلاند ولا هذا عرفت كاين شي فورماسيون غتبع لك غادي يبيع لك شي حاجه وانت هو الضحيه بالعربيه حيت المغاربه عندنا الكلمه سميتها الهوته الهوته راه ماشي مبدا اقتصادي الهوته شنو هو انا خصني نشري من عندك ونربح معاك الهوته هي يعني دير اقل مجهود والنتائج يكونوا كبيره ونصيدك انت لا نهار نفهموا بانه اي بيزنس دي وين وين المشتري اللي غيشتري من عندك يشتري فالور الله يرضي عليك شي حاجه او لحل ديال المشكل او عطيتي واحد ديفيرتيسمون انا ديفيرتيسمون ما كيت ماتيرياليزاش باش تحسب بشحال كيتقام واحد اللاعب كيفرحنا ملي كيماركي بيت فهمت ما عندهاش ودوطغ كاينين يقدروا يتماتيرياليزاو دونك الا فهمنا هذه القضيه هذه بانت لك تقدر تكون عندك شي هوته ولكن بحال دابا في البيتكوين كون شريتي في لقيته اللي كان 1000 دولار وتا واحد ما داها فيه ديك الساعه وخداو منه شي وحدين قلال كره كثرتي درتي لاباس ولكن ملي شتي الناس كتهافت وداك الشيء حضي راسك عرف راسك قادي ولكن هذا ماشي بيزنس هو تبقى ديما تربح فيه ماشي تضرب طريبه تصدق لك مره ومره لا هو البيزنس اللي ديما كتربح فيه الدوام الحالي من المحال
البيزنس دائما خصك تبقى عليه وتتطور فيه اكزاكتو اللي غتبنيه وعندك فيه ديك ليون اللي غادي ها تيسلا كانت شحال هذه بواحد الثمن هذا دابا طاحت لان الباترون ديالها طاح تيسلا كنا باغيين نشريو تيسلا بالصحه والعافيه يعني لكم نتمنى تبارك الله عليكم حنا راه مازال كنشوفوا غير في المحيط ديالنا واش ندير بيعه وشريه كاين مصادر مدخول اسهل شويه يعني حنا ديك الساعه قلت كنمشي حتى الشينوا عرفتي شنو تمشي الشينوا في 1998 راه الحماق راه تصدي انا تقول لي دابا سير الشينوا انا نقول لك لا نقول لك شنو تصدي تصيفطني غير هو ما كاينش الهوته تعرف بانه حاجه راه فيها تماره وفيها خدمه كل نهار وغادي تقصح وتاكل العصا وهذا ولكن كنظن انه انا مره اخرى ما كنلومش الناس اللي كتنقر وحتى انا راه معاهم راه انا راه كنغوت انا ما باغيش بزاف د الحوايج وهذا وبالعكس خصنا نتسنتو لهم نعرفوا شنو 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 الالم اللي عندهم حيت بحال واحد الهضره كيقول لك كينيدي ما تسولش راسك شنو دار بلادك على ودك سول راسك انت شنو درتي على بلادك هذيك هضره خاويه لان كينيدي كان لاباس عليه كان ملياردير اوكي اي الدوله خصها تعطيك الدوله خصها تعطيك مقومات العيش الكريم خصك تقرا مزيان خصك تمشي لصحتك حقوق هذه وخصك الامن ديالك مهم مهم تصور دابا حنا بلدان اخرى كتخرج ها اللي كيضارب ها اللي كيتقاد عندهم مشاكل بازيك امن مسائل خصها تعطيك المقومات غير القرايه جو كوا حنا باغمي يمكن 6 البلدان في العالم اللي عندهم ان القرايه فابور تقدر تقرا حتى اليونيفرسيتي فابور وانا قريت في لافاك فابور اكزاكتو فهمتيني يعني كانت تخلصنا شي حاجه كنتخلصوا كنا كنتخلصوا 110 درهم 110 درهم في الشهر مزيان كانت عند لابورس المهم مساعده دونك وكثر عليهم الشغل بزاف مدارس وهذا واش غندير في المستقبل الخوف صعيب الخوف اولا راه هو علاش كنخافوا من الظلام حيت ما عارفينش شنو موراه وراه ما عارفش مستقبلو كيدير كيفاش بغيتي مسكين ما يتخلعش كيفاش بغيتي ما يغوتش ولكن ما نقدرش نعطيك الخلطه السحريه باش تنجح لو كانت كره عند كاع الناس اللي عندهم الفلوس غيقول لك هاي الخلطه السحريه ما كايناش انت اللي غتصاوب ديالك انا سورتو نقول واحد السيد مثلا في الدوله عنده ان سالير صغير ما عجبوش الحال و تيتشكى جو كوا كو هو ماشي في هذيك البلاصه اللي يستاهل سير البلاصه واحده اخرى دونك بلاصه ما تبقى تشكى سير طول المهارات ديالك ولا خرجت من الطب باش نقول هذه الكلمه اسيدي الفرملي الطبيب الا جيتي تدخل تخدم من 9 وتمشي مع 12 ولا الوحده عيب عليك كتعدى على الناس اللي جاي يخدم كاين انا كنعرف الطب باغي يخدمه ما كيلقاش مع من يخدم كنعرف الفرملي باغي يخدمه ما كيلقاش الطب اللي مع من يخدمه المشكل ديال الصحه في المغرب مثلا مشكل ماشي مشكل امكانيات كاينين السكانيرات كاين الماتيريال وكاين شكون اللي يصلحهم لك وشكون اللي قاد لك المريض باش يفتح اللي غادي يقابلو اللي غيستقبلو مزيان ما عاطينهمش وسائل العمل وكتكري لك واحد لا ديبرسيون كوليكتيف كيقول لك انا غير والو علاش انا نبقى نمرض راسي وزيدون انا فرملي كنشد 7000 درهم ولا 5000 درهم ولا هذا ما كرهتيش ما عرفتيش سير خرج في حالاتك عندنا مشكل كبير هو الوظيفه العموميه الوظيفه العموميه كيفاش انا مواطن كندير شركه كندمر عليها وكنجمع الضرائب وكنخلصهم وكيجي واحد يمكن ما كيتخلصش ما كيخدمش بزاف كفايه وكياخذ داك الضرائب وما عندوش داك لو ريسك انه فقدان الشغل ما عندوش الوظيفه العموميه غيبقى دائما وفي لونتربرونيا كاين داك الخوف اللي هضرتي عليه جو كوا كثار من هو الخوف الخوف دائما هو مصاحب ال 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 الطموح دائما كيكون مرادف ديالو بحال عمله عنده الوجه داك الطموح كيكون عنده واحد شويه الخوف حيت الامان ما كاينش غادي يمكن يكون يوم الحساب ان شاء الله عند مالك الملك اما الان في الدنيا غادي يكون عندك واحد الخوف هذاك الخوف خصك تخاف من راسك الاولاني كيفاش قبيله كنهضر معاك على النعاس كنعجبني نبقى نعس الصباح باش نحيد هاد باش نجبر نفسي بزز عليها دخلت ناس كنقول لهم جمعة 8 ونص اوكي وانا عندي السيرو تنحل بيرو بالزمنيه نجي نحل حتى ولدت الاولاد على باش بديت كنجي خصني نديهم مدرسه ولدي نتي نمشي مع المدرسه 7 ونص نكون واقف وليت كنفيق مع الخمسه ولدي دابا كنفيق 4 ونص غتقول الله يستر هاد 4 ونص خصنا نهضروا عليها مزيان شوف تغيير في حياتي جذري علاش ملي فقت بكري فهمت بانه قديت اهم ماكينه في مصنع ديال حياتي اوكي شكون هي الماكينه انا كيفاش انت بغيتي نتايا تجي دير في الرجل فوق الرجل كاين اللي كيديرها ولكن عنده كنقولوا جده في العرس ولا خالته في العرس يعني عنده واحد لاغونت هو
وارت وداكشي ما وارت ما والوش ضرب على ضرب كورفي قتل 12 ماشي مشكل صافي وما وكاين اللي عنده حياته بائسه انا كنفضل نبدا اليوم ندير خبزه وغدا ندير فوق منها فريميجا وغدا ندير فوق منها عسيله وغدا نزيد هذه ونطلع وغدو خطوه خطوه احسن ما تلقى راسي الفوق وما عندي فين نطلع لانه الحياه كل نهار ملي كتزيد القدام هي اللي كتعطيك داك النشوه ديال الحياه دونك اول حاجه خصك تميتريزي مزيان وتحكمها وتعرفها كيفاش دايره هو نفسك يعني تعرف اخطائك وتعرف فاش انت ضعيف وتعرف اللي كديروا ما كتعرفش دير انا مثلا ما كنعرفش ندير شي حوايج قبل هضرتي معايا الموسيقى انا ما كنفهمش في الموسيقى واخا كنخدم افلام وكنخدم على الموسيقى كنعرف نستمتع بها ولكن باش ابداعيا الموسيقى لا ما نعرفش نقدر نهضر معاك في الفلسفه نقدر نهضر معاك في العلوم نقدر مي فهاد الشيء والقضيه ديال عندك اون كاليتي مثلا اللي شفتي راسك ضعيف فيها مثلا واش من الاحسن لي جون يمشيو يتعلم هذيك الكاليتي ولا يخدم على داك الشيء اللي تيعرف ليه هو لا هو هاد النظره اللي قلتي هي صعيبه صعيبه وخطيره علاش هي كيقول لك وحتى تقاد هاد الشيء على باش نولي هكا هذيك السمره ديكوتومي واحد ثنائيه ازدواجيه في التفكير يعني اما عندي الابيض ولا عندي الكحل لا راه عندك لي غري ما عمر ما كان ابيض ما عمر ما كان الكحل عندك شي قوه طورها مثلا هاد الشركه الجديده اللي خدامين عندنا مثلا الرسوم المتحركه اللي عندنا بجات من انه كانوا معايا واحد الدراري معايا واحد السيد بالاخص كيعرف 3 دي مزيان وانا عندي المانجمنت يعني كنعرف نتعامل مع الشباب ونقنعهم ونخلي الشركه تطفو فوق الماء ما تغرقش يعني فوقت الحزه عندنا باش نخلصوا الخدامه الناس اللي خدامين معنا ما يمشيوش يعني عندهم عائلات موراهم وفوقتها ديال ملي كيكون راه غادي نفرقوا غنعيشوا كاملين وغتخبي لو فوندرولمون اللي غادي غادي نقاد مسائل يعني شركتي دائما راه مزاحمه مع الوقت ولكن غاده واخا لحد الان ما عمري ما ربحت منها درهم فهمتيني لان فيها واحد الطموح اخر القوه ديالك اللي كتعرف عندك قويه حضي منها تقدر تغرك ويجبك الله بانك مجهد في شي حاجه دائما كاين اللي مجهد اكثر منك بحال نهار دخلت الميديسين صحاب راسي انا كنقرا مزيان صدقت راسي قلت العام الاولاني غنسقط لقيت الناس كتقرا احسن مني فهمتيني دونك الغرور لا منين تحس براسك عجبك راسك بزاف داكشي تكالم راه البزنس ما خصوش هادشي البزنس خصك ديما اعاده النظره في نفسك لانك انت الماكينه المهمه في الشركه ونقطه الضعف ديالك وضروريه عندك في البزنس خدم عليها ولا ما احتاجاش ما عندك ما دير بها ما تبقاش تربي لك بدا بزاف على البزنس بحال يمكن لا انا جو سوي ان ديفلوبر جو فير كو دي ديفلوبمون داكشي هذا ماشي ولدك خصو يبقى معك طول حياتك بالك الديفلوبمون ما عطاكش بانك ما عندكش الريزو باش تخدمه سير في حالاتك مي خاص تمشي فيه جوسكو بو شنو هي جوسكو بو خاصك تطور ان ريزو باش تطور الريزو هذا واحد المكون اساسي هي بحال واحد البلا بحال واحد الطبخه فيها مكونات كثيره تقدرش تقول لي مثلا انك كسكسو غنصوب احسن كسكسو لان عندي احسن سميده لا واحسن خضراوله راه التخليطه اللي غدير تقدر يكون ما عندكش الحمص وما ديروش يقدر يجي زوين دونك عندك دي زانغيديون اللي خصك تخلط هادشي مزيان هذه كنسميها انا لاغموني بحال جوق ماشي واحد كيضرب كمان جاك والاخر كيضرب لك كيضرب طروبيت فكل حاجه في كلش ما عمرك غتزيد خصك تكري هاد لاغموني هادي وهاد لاغموني في راسك بعدا هو انت مع راساتك لاغموني مع حياتك الشخصيه خصك تعيش لانك انسان وخصك دير حياتك المهنيه والحياه المهنيه تشوف شنو نقاط القوه عندك ونقاط الضعف وتخدم على هادشي كله السؤال فاش طرحتي ليا كيبين بانه عندنا اما هادي ولا هادي لا عندك هادشي كله خصك تخدم عليه فهنا فين كاينه الصعوبه اوكي هضرنا تو طالور على لونتربرونيا دونك نرجعوا شويه لي سوسيتي اللي خدمتي عليهم نبداو بلوغيم بلوغيم جو كرويا سوسيتي ديال 3 دي لي جو فيديو كيفاش جات ليدي وكيفاش كان جو فيديو هي جو فيديو مره اخرى هي كنطمح لبلادي انها تكون بلدان متقدمه في بعض المجالات وكانت عندنا الامكانيه لاول مره في تاريخ الانسانيه واحد النقطه مهمه لاول مره في تاريخ الانسانيه المعلومه موجوده لك حداك عرفتي قبل باش تعرف كيفاش ديبلوبي جو عرفتي شنو ملي كنا حنا بدينا باطاري كتلعب به راه كتبان لك واه كي داروا هذاك وكان كان كيدير واه العجب هذا الجابون هذو كي داروا لا وحنا كانوا كيقولوا لنا شوف جو فورماسيون غير عندهم لا كيقول لك الجابوني كيفيق الصباح كيلقى ما قال مهرسه كيخرج منا باش حاجه فهمتيني اي راه كنا كنحلموا بحال هكا دونك انا قلت بلاتي هما قدو يديروها مالنا باش فايتينا هما كياكلوا الروز حنا كناكلوا الخبز ما فايتنا حتى حاجه حتى حنا نتقاتلوا ندير فعلا كاينش علاش ديجا لي جو فيديو واش كان هذيك لي جو ولا انا غادي مقصر
انا بحال كما قال لهم بون انا بحال قال لهم احنا غادي مقصرين علاش انا عارف راسي ما سوى والو غادي في حالي دونك قلت بلاتي لي جوج كيسواو كاع غير يلاه زيد ديرهم الدراري لقيت الدراري حدايا جمعتهم درنا شركه مسائل بدينا قلت لهم شوفوا المغرب ما عندنا ما نبيعوا نشري فيه المغرب ما غادي يشري معنا حتى حد لي جو مشاو عند الاخوه العرب مشاو للسعوديه مشاو الامارات مشاو الكويت بعدا فعلا وعاونتنا واحد واستعملت واحد المؤسسه ديال الدوله اللي دارت واحد المعرض في جاي تاكس ديك الساعه في دبي تماك ملي جبت انا كليانيت السعودي الاولاني اللي هو كان مسؤول في واحد الشركه كبيره اللي عندها فروع في الكويت وهذا شرب عندنا بقينا كنبيعوا ونشريو معاهم المده ودريت برك الله كاين اللي واحد الاوبيراتور تيليكوم عندنا في المغرب اللي هو انوي ونقولوا بسميه اللي تقوا فينا هذيك الساعه وشرو معنا الجوتروبيه اللي كانوا اللي كانوا هما اللي كانوا كانوا كان عندهم واحد النظره استباقيه تبارك الله وبلا بهم ما نكونش دابا انا يمكن هنايا زعما شوف هي ارزاق هي ارزاق ولكن خصك تخدم عليها هذاك اللعبه ديال المكتب وداكشي ديال المكتب وربي عطانا الحريه سينو ما غاديش يحاسبنا يوم القيامه دونك عندك واحد الحريه خدمنا عليها ضحكنا الدراري قصرنا كنا كارين بيرو شنو كان كيفوض عندنا الماء كنا كارين 6000 درهم 7000 درهم شويه هذا وغادين ودخلوا الدراري وواحد الوقت راه ولينا 15 شويه ولينا 20 واحد دونك وكاين اللي كيتخلص كاين اللي ما كيتخلص المهم بحال قلنا كنا مقصرين حتى وصلنا للدمي فينا حتى ولينا رابحين احسن لعبه في العالم العربي في 2012 ديك الساعه ولا 2013 وكان البلدان العربيه كيشوفوا لينا بحال هما حنا الاساتذه ديال الجيمين بدات بواحد فكرة بسيطة ولقينا المكونات حدانا بحال قلتي بغيت نطيب واحد الحاجة لقيتي لي زانغريديون جمعتيهم وخرجتي هذوك الدراري كل ما تجمعوش كل ما جمعتيهمش في هذيك سميتو ما كانش غيكون عندنا هذا الدومين ديال الجيمين في المغرب بهذيك الطريقة مرة أخرى هتكون كل ما كان شكون مشكلة هذه كاينة في الرياضيات لأنه أنا كل ما كانوش ذاك الدراري ما نكونش أنا في الجيمين فهمتيني وكل ما كانوش ذاك الدراري قراو في يوبي سوفت وتعلموا فيها اللي هي شركه كبيره وديك الساعه ما عنديش انا الظروف كتبت انه انا مخلط ظروف انا مخلط كندير خلطات تا غادي تستمتع غادي بان لي داك الشيء زوين الدراري مزيانين وشي تجمعنا بحال تلاقينا في كي داير بخير يلا زيد نديروا شركه دونك تجمعنا الدومين ديال الجيمين اليوم في المغرب كيفاش كيبان لك مات حنا كنا مستهلك كنا نقدروا فواحد الوقت نكونوا منتجين ولكن بلادنا ما كاين واحد الكونتراست كاين دابا الدراري بزاف تيلعبوا في الجي في لي جو اون جينيرال بزاف كاين لي جيمر بزاف الوغ كو لي جو لي سان برودويو ما كاينينش ولانه هذه كتسمى اندستري والاندستري خصها مقومات ديالها اندستري دو جيمين الاندستري دو جيمين مش حال حنا كنقولوا نفس الجمله الاندستري دو جيمين سا جينير بلوس دو شيفر دافير كو لو سينما اي لا ميوزيك ريوني يعني لا بزنس ديال الالعاب كي ديال الفلوس كي فيه بيع وشراء وفيه الاموال اكثر من السينما العالميه ماشي غير ديال بوليود وديال هوليود العالميه كلها والموسيقى دونك غير جو واحد على بوك حنا كنهضروا جي تي ا 5 منين خرج كان تقام 300 مليون دولار وتقريبا واحد الثلث كامل كان ماركتينغ ودخل في الايام الاولى الخمس ايام الاولى شي 500 مليون دولار يعني 500 مليون دولار هذا راه ما كنسمعوا هذيك كاين المشكل ديال الماركتينغ كان ديال لي جو باكوس مره اخرى هي خلطات ما عمر ما كانت سهله بيض ولا كحل كان ما عندناش الفلوس لان بحال دابا انا عضو في واحد اللجنه اللي تابعه الافون دو انفيستيسمون كان انفيستيو هما حنا كان جيريو واحد فون دو جيستيون دو لارجون ديال المستثمرين شركات كبرى ابناك وهذا كنستثمروا في دي ستارت اب كاينين كاين دي ستارت اب تبارك الله اللي غادي يمشيو بعيد وكنبداو ب 6 مليون درهم ثلاثه حتى 6 مليون درهم داكوغ دونك انا معاهم في الكوميتي معنا دي زيكسبير معنا هذا وانا جانترفيان اون طونك اكسبير كنشوفوا بزاف الحوايج في الشركه اللي غادي تخدم كنشوف اولا مولاها اوكي الا كان مولاها مسكين باقي شك في راسه وعنده واحد عجبو راسو عجبو البزنس ديالو قال ها انا غادي نولي انا ستيف جوبز ولا هذا عرفوا ما غاديش يمشي بعيد لانه منين كتولي الراس كبير العينين كيتعماو ما عمر النجاح الاولي ما عمره ما يغرك مازال زيد خمس سنين وزيد تقول لنا هاد لي كريتير هادو اللي تشوفوا بهم نتوما كلجنه لي ستارت اب اللي غادي
كي غينطلقوا. اولا طبيعه الحال خصنا نشوفوا الكونسيبت كامل شنو فيه, واش الي فيابل, واش الي جينير دو كاش, يعني شنو الكاش, ماشي ضروري تربح, يعني واش من حليتي الريدو واش لقيتي كليان لا يشري من عندك وقنعتي هذا الكليان يشري من عندك, واش عندها ان بوتونسييل ان العدد الكليان يكبر اولا الكونسيبت ديالها يتطور اكثر. دونك اول حاجه جو كرو الام في بي هي تنسمي واحد الموديل صغير ديال داك البيزنس تشوفوا واش خدام ولا واش خدام, واش شي واحد باغي يدي عليه الثمن اللي خصو يتادى. ثاني حاجه ومره اخرى ماشي هذا التسلسل هذه الاولى الثانيه هادو كاملين كيتجمعوا كاملين مره اخرى خلطه. ثاني حاجه كنشوفوا هو واش المارشي ديالها واخا ما كاينش واش يقدر يكون بوتونسيلمون كبير, لان بعض الخطرات كيكون مارشي بديتي فيه باقي ما كاينش, حيت الناس الاغلبيه ستارت اب حقيقه خص تكون فيها واحد كاركتير انوفون يعني ابداعي جديد ما كاينش, يقدر بعض الخطرات ما يكونش مثلا مارشي غيتخلق مثلا من هذا المارشي ما يكونش حتى البيزوان, انت لازم تخيل البيزوان هذاك, ولكن باش تكري البيزوان تكون ستيف جوبز وتحط لهم الايفون ورغم انه كانت اش بي قبل منه خرج حتى هو التليفون تاكتيل وداك الشيء, ولكن المهم خصك تكري واحد لا كولتور اي تو سا. دونك حنا ما كنحلموش بدوك الاحلام ديال غنكريو ان مارشي, كنشوفو واش غادي يبدا. انا نعطيك مثال بسيط, بقرار من الدوله, وهنا تقول لي علاش في السياسه, الى قررات الدوله غدا انها تخلي المغاربه ينتجوا الكهرباء ديالهم, هادشي شنو هي؟ يعني الشرجم ديالك ديروا بلاك سولير والسطح ديالك ديروا بلاك سولير, فعاد ما تربي فيه الحمام, حنا كنا نربيو الحمام ديك القيسه, دير فيه البلاك سولير ودير مروحيات, اللي عنده شي ارض يدير مروحيات هذا لي زيوليان وداك الشيء وتنتج وتبيع للدوله. هادشي شتكري غتكري بزنس جديد. تصور القانون كبير, ها هو القانون يلاه مثلا كاين, ها هو كيتوجد مثلا دونك يعني ستارت اب فهاد الشيء فهاد المجال كاين غير الموند باش كيتوجد دونك الا كان كاينين شركات مثلا نعطيكم واحد السميه كارم سولار ما صار خدمت هي هذه, انت كتكون عندك الارض عندك والديك داروا واحد 5 هكتارات في العروبيه ولا في شي حاجه, كتجي عند هاد الشركه كتقول لك شوف انا غنمول كلشي غنحط لك كلشي ندير كلشي ونقسم معك الارباح وختامه معك وغدا وكتطور لازم دير الفلاحه. وهذا هذا المصري كنعرفوا, انا مصري كنعرفوا من 2011 وكنا احنا بالنسبه لهم مره اخرى كنا حنايا شويه متقدمين في مجال, مي مالوغوزمون الدوله ما كانتش كتهتم بهذا المجال لان عندها مشاكل اخرى. عاد باش بدينا كنحلوا العينين عليها وباقي كتبان, وعندنا الاقتصاد ديالنا شويه محمي بزاف في بزاف المجالات, وما يمكنش انا يكون عليا المنافسه وشركات اخرى ما يكونش عليها, خصي كلشي عليه المنافسه ولا والو سينو ما غنتقدموش, ولكن كان خصنا نحميو الاقتصاد ديالنا. المهم هذا اشكال اخر سياسي نقدروا نهضروا فيه من بعد. دونك منين كنشوفوا الكونسيبت واش مزيان, الام في بي ديالو واش المارشي بوتونسيالمون غادي وغادي يكبر, وكنشوفوا المايسترو ديالها اللي هو صاحب ولا اصحاب الشركه. كاين بعض الخطرات كيكون تكنيسيان سيت ان انجينيور كيكون عنده في مجال التقني مجهد ولكن ما عندوش في مجال التسيير, بحال دابا انا كنقول لهم وزاره وزير ولا هذا ما يمكنش يكون تقني فقط, خصو يكون عنده تقني وعنده داك الهاجس السياسي. الا باش غير تقني ما غايديرش شي حاجه كبيره, ولا غير كان سياسي بوحده ما غايديرش شي حاجه كبيره, خصو يكون عنده بجوج وخص يكون عنده واحد بعد النظر ويكون عنده واحد مقومات الـ 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 يعني ليدرشيب. لا ميم شوز خاص يكون مالين الشركه يكون عندهم قابليه انهم يتناقشوا على حيت كي اللي كيجي عندك فكره انا عندي شركه خطيره منهم اعداد مشاو اعداد ما داروا حتى حاجه, ونقول لك انا راه دابا هذه وقيله السنه الخامسه ولا السادسه اللي كنخدم في هذا المجال, بزاف كاع اللي كيجيو داك انا عندي صافي كيصحاب كي 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 كيغتر بالبزنس ديالو, ماشي حتى واحد ما يبغي يتبعو, لان خصك تمويل الشركه ستارت اب خصها سنين وهي خدامه يمكن ما كتدخل حتى ريال, خصها تطور المنتوج ديالها وخصها دير بزاف د الحوايج. حنا فوقيتنا ب 2011 مثلا بديت الجيمين تقول لهم مولوا ليا ما كانش, كانت البنكه كتقول لك البنكه اليوم غتاخذ كريدي غدا غادي تخلص طريطات فهمت, جيب فلوس دونك ما يمكنش. هنا كاين هذه الامكانيه, كاينين دي فون دافيستيسمون الخدمه ديالهم هو انه بزمنه خصو يستثمر ويخليك تربح باش هو يربح باش شركته تربح باش هو مالين الفلوس هما يزيدوا يعطيو غدا. كاين اللي عندهم ملايين الدراهم كيقلبوا على الشركات مزيانه. دونك المايسترو ملي كيكون مقاد عاد باش كندخلوا معاه في الحيتيات,
هاد لي زيستيماسيون ديال كيفاش درتي ليهم كنشوفوا واش البيزنس بلان ديالو واش خدم عام ولا عامين واش دار شي حاجه واش قدر يبيع واش عنده رؤيه في كوميرسياليزاسيون مزيان واش يميتريز سون بروسيس يميتريز سي فورنيسور يميتريز سون مارك كنبقاو ندرسو مع هادشي سي ان باركور كيدوز من الصراط كيدوز عاد باش كيجي قدام اللجنه اللي فيها تبارك الله شخصيات كبيره ومدوزه في هذا المجال المجال البنكي وكيبريزونتي ورغم الكوفيد بقينا خدامين وكندورهم اونلاين وكنقرروا ديك الساعه كنجتمعوا وكنقرروا انه وي نو هذا السيد مشي او لا وي بتحفظ خصو يقاد هذه ولا ما يرجع نعاود نشوفوه مره اخرى وحنا غاديين. دونك سي انس نبقاو ديما في لي ستارت اب كنت باغي نسولك على اليوم اللي تندخلوا نشوفوا لو كلاسمون ديال المغرب في لي ستارت اب بقاو في افريك تلقاو باللي جو كرو التاسعين بحال هكا علاش ماشي من الاولين؟ علاش ماشي من الاولين؟ لانه زقنا واحد الفترات مهمين كان من بدا مجال ديال الشركات الناشئه ولا لي ستارت اب كانت الدوله مشغوله في حوايج اخرى نقدر نقول ما كانتش مهتمه بزاف بهاد القضيه هذه لان ما كتبانش ليها مدير الدخل الدوله وتقدر تكري الخدمه خصك كتقلب باغا تخدم الناس خص الناس يخدموا كاينش انا واحد كيقرا يخرج ما يلقاش فين يخدم دونك دابا عاد باش بدا واحد الوعي شويه باش درت واحد القوانين وكان كيخافوا من بزاف الحوايج وما وللاسف متشبتين حنا بزاف واحد الثقافه فرانكوفونيه خاويه ما كتصلح حتى حاجه ديك اللعبه ديال حتى نشوف النتيجه على باش نعطيك مثلا الشركه تكون تشوف 3 بيلون يعني وتشوف كتدخل فلوس عارف باش تقدر تدخل معاك الابناك حتى هي ما عندهاش داك الحافز انها تمشي في مجال الستارت اب لا ماشي تعاون ما كاينش تعاونك ما كاينش المعاونه هادشي ماشي عمل خيري هذا وين وين هذا وين وين وهي عندها خصها الفلوس اللي مأمنة عليهم مع ديال الناس كتقول كنا ما ناخذش فيهم نغامر بهم في سميتو في شركه اللي تقدر تكونسومي لي الفلوس وما تجيب لي والو من بعد خصها تافيستي في شي حاجه اللي تكون شويه مضمونه وتكون عندها تقدر تدخل الفلوس من بعد دونك ما وما عندهاش وما عندهمش واحد المنافسه بعضياتهم مثلا الا كان كيبان لك تمشي دير بروجي سناك وغيدخل لك حسن لا شي تافيستي معك تمشي لسناك دونك عندها في الاقتصاد الوطني كتقدر تشوف بانه كاين لي موبيلي فيه كيدخلوا الفلوس دونك كان فينونسي لي موبيلي مضمون مضمون وزيدون عنده تحفيزات ضريبيه والناس كتقلب على السكن وكان اشكال وطني دونك كان عندك من بعد جاتك كاين الفلاحه نقدر نساهم مع الفلاح حتى هو عنده اعفاء ضريبيه عنده هذا ولكن ستارت اب حنا عندنا السميه فيها ستارت اب في المغرب سي واحد الكلمه خاويه نوفو غيان دير ستارت اب قانونيا لا وجود لها اوكي هي ان اس اي غيل سوسيتي عاديه اما اس اي غيل ولا انونيم يعني بحال الاخرين نهار كتبدا ما كاينش اعفاءات الا دخلت فلوس خصها تخلص عليهم طرد التي في الدوله ولا كان شي موظفين خصها تخلص عليهم صالارات حتى مؤخرا ولا داك كونطرا تحفيز اللي حنا عاوتاني كنرجعوا للدوله علاش مشيت انا السياسه على انه الدوله هي اللي كتقرر في هادشي دونك الا بغيتي تحرك هادشي كامل خصك حتى انت تعاون الدوله ونكون شويه اندولجون انا كان كريتيكي راه داكشي اش دخل راه حتى واحد ما كيقول لك ولا قليل اللي يقول لك لا راه حنا عايشين بخير عام زين ما كايناش هذه كنا عارفين بيرو غطا وعارفين المشاكل وهذا كاين اللي مقصح اكثر ولكن غدا بعد غدا يتحسن بالعمل وهذا باش نرجع للاشكال الاشكال هو انه ما كايناش تحفيزات ستارت اب كوم ستاتوي ما كاينش ولا دابا الى ركروتي شي واحد ما كتخلصش عليه الضريبه ولا السي ان اس اس ديالو وهذا لان الدوله كتخلص بلاصتها ولا وبرامج ما بيهاش بحال فرصه بحال غيرها اللي كتساهم حتى هي شويه ولكن 10 مليون ما يمكنش كدير بها ستارت اب لانه غيكون موظفين خصك الواي خصك هذا وما عندناش واحد لونفيرونمون ديال ستارت اب احنا اصلا الابداع كان المنظور ديالو بانه غير ممكن في المغرب كيقول لك اللي كيبدع كيفدعها دونك حتى في الجامعات ما عندناش هذا ليسبري هذا وجامعات ديال الدوله ما قادراش تنشا لك الابداع الا في حالات قليله جدا او لا البحث دونك الجامعات هما خصهم يمشيو في هذا الطريق ديال مره اخرى كلمه خصهم ما كنقدر نطلب من واحد ما
يمكنش ينطلب من حوتة انها تجري عندها الامكانيات ديالها. داكشي اللي قاد عليه راه كديروا. انا كنظن بانه خصنا نخرجوا الراس من 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 المنظور ديال من هذاك المال اللي غارقين فيه ونخرجوا راسنا نتنفسوا نشوفوا شنو كاين. ملي كتخرج راسك من هذا المال اللي حنا فيه هذا البحر اللي حنا واقفين فيه خصنا نخرجوا راسنا. ملي كنخرجوا شنو كنشوفوا؟ كنقول بان الجامعات بصفتها جامعات كيفاش تقدر تولي تنشا بهاد لا سيتوياسيون اللي هي فيها يمكن لها تخرج غير هادشي اللي عندها. فهمت. دونك خصنا نشؤوا واحد الشكل جامعات مختلف ماشي جامعه بريفي. كاينين لي زونيفرسيتي ديتا وكاين اونيفرسيتي اللي تابعه لي فونداسيون. كيفاش فونداسيون؟ في امريكان مثلا اغلب هارفارد ولا كلهم عندهم سي دي فونداسيون اللي كتجيري لا 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 هي 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 مولات الجامعه. هاد لا فونداسيون اللي كتجيب فلوس كتجي من الناس اللي كيخلصوا وكتجيب من الاعانات. هاد الاعانات او كتبيع دي بروفي يعني بزمنها باش تجيب الفلوس خصها تنشا شي حاجه دو كاليتي. دونك هي كتولي بزمنها كتنشا داك لونيفرسيتي اينوفونت. دونك ما عندهاش الا ما درتش هكاك اولا غادي تخرج اوموا باحثين كيصاوبوا لك شي حوايج اللي كتولي معروفه عالميا. كيولي الناس مثلا كتجي شركه كبيره كتقول انا بغيت نشرك الاسم ديالي مع هذه الجامعه وكتخلص بحال سبونسور بحال كوره بحال داكشي في هذاك المجال ماشي بالضروره. مثلا حنا شفنا بحال واحد الشكل دابا اللي خارج هو لو ام 6 بي اللي هي واحد الموديل كنظن غادي ينجح بزاف ولكن لان موراه شركه كبيره كاينه لو سي بي ولكن نقدروا نديروا واحد السيل اخر اللي يمشي في واحد الشكل ديال لا فونداسيون اللي كتولي بزمنها انها تنتج الكاليتي وتدفع انها تجيب لي ميغ زونسينيون لانه الانسينيون غادي يدير لها مختبر ابحاث وغيبحث وغيدير وغيطور بسمنه ومنين هو كيطور هي ليماج ديالها كتزيد تطلع. علاش دابا انت غتمشي تقرا في هارفارد تخلص 50000 دولار في العام وجامعة اخرى كتقري تقريبا نفس الحاجه غادي تخلص 30000 بحال علاش كتخلص ميسي ورونالدو طون ولاعب اخر كتخلصوا طون؟ لانه عنده واحد الصوره كيسوقها. وهنا حنا المغرب ثقافيا كان يعني ثقافيا حنا بلد ديال الكوميرس ديال البيع والشراء ما كانش عندنا ديك النظره بعد النظر اننا نشوفوا اودولا دو سلا. دونك التوجه ديال البلاد خاصو يتحرك شويه في هذا حيت شفنا بلدان مثلا في افريك مثلا كينيا ولا مصر حتى هي كاين بلدان اللي كانوا صغار وطوروا بلا ستارت اب. عندك رواندا رواندا راه كان فيها حرب حنا كنا كنعرفوا. اليوم تلقاو مثلا ليزيل موريس مكلاسين جو كرو الثالثين في ستارت اب. مره اخرى علاش شتي دوكا من عندهم واحد الثقافه بعد رواندا كانت شويه فرانكوفونيه مشات الانجليزيه. الثقافه الفرانكوفونيه انا بالنسبه لي يجب نبداوها نبدا تاما وكليا ونبداو من المدرسه العموميه. اصلا الستارت اب ديال فرنسا ماشي هما الموديل اللي خاص تبعو. هذوك خاصنا نمشيو بعدا لونجلي تولي باش نفتحوا اكثر على المعلومه لانه واحد 90% يمكن من محتوى انترنت بالانجليزيه خصها تبدا من الابتدائي. انا ما ندير ليا الفرنسيه انا ما ندير بيا ما صالحاش ليا صراحه. مزيان نتعلمها مزيان كلغه اخرى. انا كنتعلم السبليونيه مثلا في السن ديالي دابا كنقرا كنتعلم راسي كنتعلم السبليونيه لانه بغيت نتعلم اخرى. ولكن الانجليزيه ضروري منها خص كلشي المغاربه يتعلموا لها. دونك ثقافيا كل لغه عندها واحد المحمول ثقافي. ملي كتعطيك مثلا غير نعطيك اكزومبل فرنسيه معقده كاين جو تو ايل ال لونجلي يو مي بسيطه هي شي صافي سالي ما تكثرش عليا ما عندهمش داك فو ما كايناش. لا خصك دير معاه تمشي داك شي براغماتي الامريكي كيمشي لك داك الشيء الواقعي ما كيبقاش عليه هو بكثره التخمام فلا اشكاليه واش هذا الشيء كيمشي كيخدم. خاص دي ديسيزيون بحال هكا خدامنا لونجلي اجي نديرو لونجلي خاصنا نخرجوا راسنا من القوقعه اللي حنا فيها اللي بجات من بعد الاستعمار وبقات ولا هضرنا على ايجيبت وطاليغ تاهما جو كخوا لونجلي هي اللي معاوناهم في الشيء ديال الاستخدام كتكري لهم علاقات وسي مع جامعات مثلا حنايا انا مثلا في الام اي تي منين درنا محاضره في ام اي تي عرفتي شنو ام اي تي ولا ماساتشوستس انستيتيوت اوف تكنولوجي راه من وانا عبد ربي جالس كندير محاضرات انا ام اي تي ولكن علاش؟ لان لو سي بي خدمت معاهم مره اخرى عندها علاقه معاه.
حنا الجامعات ديالنا ما عندهاش علاقات مع جامعات امريكيه اللي كيفرح كيدير توأمة مع جامعه من ليل ولا لا لا واش كتساوي في مجال البحث حتى في البحث والابداع وهذا كتلقى امريكان وانجليز عادي وكنجي من بعد الاسترالي وكتلقى اونكور فوا خصنا نخرج من نمط دونك حنا باقي تجيبوا الانفورماسيون من فرنسا اللي هي تترجم على امريكا واش تترجم بعدا هي عندهم واحد الاشكاليات اخرين هما بوحدهم وداك الشيء حنا كنظن نقدروا نضربوا الدوره ونرجعوا واحد الشكل الثقافي المغربي اللي هو احنا ما عندناش ديك القضيه ديال النجوميه النجم ما عندناش بطل كاين البطل في البلاد اللي عليه توافق كامل والعرش هو الملك ولكن حنايا كنمشيو عائله بحال ماتش الكره بحال الفريق المغربي ما كاينش النجم وكنمشيو كنخدموا بتكامل الى رجعنا فهمنا هذه القضيه المغرب ما يحبسوا تحت فهمت صامش دونك سي انس غندوز لواحد الحاجه وحده اخرى اللي هي يمكن فاجاتينا فيها هي اللي فيلم اسيسيونيل واحد النهار تنشوفو سي انس شي برودوي من اكبر شنو نسميهم افلام وثائقيه ماشي وثائقيه افلام شركات افلام شركات فيلم دونتربريز لو فيلم اسيسيونيل كيف جات ليدي عاوتاني وشنو هو هي راهي تتم الا شتي السينما ولا الفيديو هي تتم ديال الكتابه في الاول الانسان كانت عنده واحد الثقافه شفهيه يعني جدودنا قبل يعني 800 عام ولا 600 عام هذا كانوا كيهضروا بعضياتهم كتعاود قصه كتعاودها غير شفهيه ما كانتش كتكتب شويه جا الكتابه ولا المخطوطات ولا على باش ولا الكتابه تطورات من بعد جا الراديو وراه هي باقا كتابه الراديو راه كتابه منين جات الفيديو شنو دارت كانت في الاول كانت الفيديو صامته كتحاول تشخص الكتابه طريقة الصور ومنين زدنا الكتابة على ليماج ولا عندنا الحروف اللي عندهم قوة أكبر والقوة ديال الصورة هي اللي كتخلي أنه مثلا أمريكا اللي هي بلاد اللي ماشي عندها قروض عندها قروض كبار أكثر من داكشي اللي كتنتج ورغم هذا باقا لأن كل شيء كيتيق فيها أنه سوبرمان صورة ليماج ديالها عاطيه لانه هي القوة وهي هذه هي عندها قوة عسكرية وعندها قوة اقتصادية وكاين 300 مليون الناس ماشي هي 20 ماشي هي 30 ولكن كتبقى الأكثر أمانة في مجال الاستثمار مثلا دونك أنا ملي كنت كنكتب في الأول ملي درت الإم بي إيه مشيت قريت ودرت واحد الإم بي إيه قبل 2010 درت واحد الإم بي إيه ديال بوين شوسي كان معايا ناس راه دابا اللي فيهم وزير اللي فيهم هذا وكنفهم لغه الشركات وكنحاول انه ماشي غير الشركات حتى البلد كاين واحد ستوري تيلينغ كاين واحد القصه ما تعاود انا مثلا ملي غادي نجي نعاود لك على طبخه عاديه غير كسكسو ولا نقول لك مثلا نعاود لك على واحد المكانه سميتها مكانه الماء في المغرب كاينه نعاود لك عليها غادي نعاود لك عليها بطريقه اللي تقيس المشاعر ديالك نقول لك واحد هي الطريقه باش كيديروا الري في الاماكن الصحراويه ولا في المقليل وكيكون دايز واحد الواد وكل واحد خصو دونك هاد لو طالون ديال ستوري تيلينغ كان عندك مني هو مهم ان الانسان حنا شوف القران باش مدير نحن نقص عليك احسن القصص القصه هي الوسيله الاولى باش كيتربى الانسان ما كتجيش تقول للدري كتقول له لا ما ديرش هذه الا قلتي ليه شوف راه كاين واحد صاحبي طرا لي هذه وهذه كيعتبر منها اكثر القصه مهمه وحنا حتى لو نغاتيف ديال مجتمعيا القصه ديالنا مش كمجتمع نقدروا نلخصوها ولكن ما باقي ما صورناهاش حتى ما صورناهاش ما نقدروش نسوقوها الناس كيعرفوا دابا ولا كيعرفوا مروكو قبل كانوا كيقولوا لنا كتقول شي واحد امريكان يقول لي مروكو يقول لك موناكو لا مروكو ما كيعرفكش فين دابا يمكن يعرفونا الحمد لله كنشكروا بزاف الركراكي والفرقه ديالنا الحمد لله رفعتوا راسنا ولكن شنو هو مروكو ملي كيقول لك اوز مروكو عنده في المخيل ديالو هو حنا داك الصحراء وداك الجمال هو مراكش هو التوريزم هو الوغ كو المغرب اولا قبل كل شيء اول انتاج اللي كيتصدر للمغرب كيصدروا للمغرب كيصيفطوا لبرا هو قطع السيارات كنجوز السيارات اكثر من الفوسفات القيمه ديالو بارابور للسيارات السيارات اكثر مشي للقنيطره هنايا شوف القنيطره ما كاينش شي عائله ما فيها شي واحد ما خدمش في قطع السيارات يعني ملي غتقول لهم احنا راه فيرست بروديوسر مثلا ولا ون اوف ذا بيجست بروديوسرز اوتوموتيف بروديوسرز ان افريكا يقول جي غريبه وتبقى انا كنشد الانسان
كيفاش الصوره النمطيه اللي عنده علينا وكنبدا ندير ليه لي بانش لاين كنصرفقوا ايزيموسيون بليموسيون بهذا اول من اول افلام اللي خدم كنبدا بواحد ليستوار ايماجين ا كونتري وير كود ترافلين تايم بلد تقدر تسافر في الزمان كيفاش كتمشي لاقدم مدينه بين اقدم مدن في افريقيا اللي هي تنجيس اللي هي طنجه وحدها اكبر مصنع ديال السيارات في افريقيا كتمشي مثلا للرمله الديزير وداك الشيء كتلقى فيها اكبر منشاه ديال الفوتوفولتايك في العالم على ليبوك ما حدا ما بقيناش ماشي حتى الفوتوفولتايك حنا خدامين بتكنولوجيا اخرى المهم كنلعب بهاد لا نيونس موسيقى تخليطها مره اخرى وكتعلم خصك تعلم مثلا ديال السي الاول كاين ما كنتش نعرف شنو الكاميرا منين كتشد والله ما كنت نعرف انا اباري فوتو كنشوف الناس كيخدموا بها ما نعرفش نشعلها وبقيت ولاو بلي دي سي ال ار لي كاميرا تلاقيت مع شي دراري تعلمت وليت مشيت تعلمت شي حوايج كاين اللي قريتهم كاين اللي تعلمتهم سور لوطا وكندير المونتاج بيديا مثلا كندير المونتاج لا كومبوزيسيون ميوزيكال كنجيب موسيقار نقدروا نقولوا لا باسيون ولا الشغف هو اللي خلى مره اخرى بغيت نعاون بلادي انا الا سوقت لك تصويره زوينه على بلادك نتايا غادي يجيك بحال دابا الفيلم اللي تحط قدام الناس ديال بوينغ باش جاو وكنصنعوا قطع قطع غيار ديال طائرات بوينغ الفيلم خدمت عليه بون انا شنو انا درت غير التسويق حاولت ولا عاونت غير في التسويق ولكن الخدمه الكبيره اللي دارت حيت المغاربه كيخدموا مزيان حيت كاين درت عاون باش بوينغ دخلت درت لهم واحد الطرقان مقادين درت لهم هذا يعني انا ادليتو بدلوي بسيط ما كنتي كتسوى والو جيتي عاونتي ولا خدم شي واحد وجاب داك لو بروجي ما غاديش نمشي عند الناس نقول لهم انا اللي درت ولكن ساهمت انا الخلطه الكبرى اللي اسمها المغرب الصناعي فهمتي دونك وحتى بالمغربي ملي كيتفرج كيقول سي فري انا بلادي هكا حيت الا بقيتي غير كتشوف مثلا مواقع التواصل تشوف فيسبوك وتشوف تشوف نيجاتيف يلا يلا كنا رابحين كان كلشي ناشط دابا ولا قال لك لا الوظيفه امراه موظفه اش تخوى خاوي تهضر في هادشي كاع ولا ما تمشي لمراه موظفه ولا ما عندك كون قد مسؤوليه كون مسؤول دونك حنا ديما عندنا لي طوندونس لا ماشي هي ماشي خاصيه ديالنا مواقع التواصل الاجتماعي هي كتخدم شي حاجه اللي كتخلعك واللي كتثير الانتباه ديالك ضروري ملي غادي تقول لك راه كلب قطع الطريق حتى واحد ما تبغيه ما يبغي يتفرج فيه باغ كونتخ الا قلتي بان كلب وقف في طريق التران والتران تقلب دخل تشوف ستوري تيلينغ فوالا ستوري تيلينغ دونك هي خاصها تخليك هاد فيسبوك ولا تيك توك ولا غيره خاصو يخليك مع اطول وقت باش يبيع لك الاشارات وهذا دونك انت هو السلعه في هذا المجال مي ماشي خاصيه مغربيه دابا حنا التفاهه راه عالميه ماشي غير في المغرب دونك ولكن كنتمنى مازال انه نقدر نخرجوا شي حاجه من هذا الشيء ومنها ليماج لا فيديو كتقول واو قدروا مغاربه كيصاوبوا قطع غيار ديال الطائرات وكيتصاوبوا غير في المغرب عندك واحد عدد كبير منها كيتصاوب غير في المغرب يعني الله يحفظ الله يحفظ الا طرا لبلادنا مثلا شي مشكل وهذا صناعه الطائرات توقف في العالم يعني كتيق منين كتشوف واحد حداك كيخدم كيصاوب طوموبيله الكتريك بحال دابا لا فواطو اللي كتصاوب في قنيطره الديزاين ديالها صاوبو مغاربه دابا دزنا لا كونسيبسيون تي ولات لا كونسيبسيون ديالك ديال الطوموبيله هذيك اللي كتشوف لك الطوموبيل فروم سكراش من الزيرو صاوبها انا كلها وكتجمع هنا الحلقه ديالي دي كنت نهضر ديغنييرمون مع واحد السيد من لافامي وكنا جبنا الموضه ديال الطوموبيلات وهو شويه قال لنا بلي المغرب برودويو الطوموبيلات ولكن ماشي لينا ماشي ديالنا فهمتي بحال زعما داك الفلوس اللي تندخلوا بداك الشيء ديال واحد البلاد واحد اخرى فرنسا ولا هذا مي قلت لي بلي هذه واحد الخطوه الاولى ديجا لانفستيسمون باش يكون في المغرب تعاون فرص الشغل شويه ولينا دابا فلا كونسيبسيون دونك غادي نبنيو بشويه بشويه هذه القضيه عندك فيها الحق ولكن اولا باش تمشي من الصناعه كنتي كتصوب زيت العود كنتي كتصوب زرابي ومشيتي المستوى اكبر رغم انه خصنا نتهلاو في زيت العود وخصنا نتهلاو في الزرابي ديالنا لان باقي فيها داير انا كنقلب على دي ستارت اب في المجال ديال هادشي ديال الصناعه التقليديه كاين ما يدار العجب
كاين في هادشي مجال لاغرو اليمونتير. الستارت اب راه ماشي ضروري دير ابليكاسيون ولا هذا، سير في التقنيات راه كاين ميدار وكاين ومطلوبين بزاف وحتى عالميا. والبراند اوجوردي كتقول ميد ان موروكو راه مهم، راه ولا عنده سميه. منين غتقول له مثلا هاد نعطيك مثال شد ستيل زربيه شلحاويه مثلا، دير به ديزاين سيكاند مثلا وبيع، راه هو الديوانه ما تساعدكش باش دير ليكسبور مشكله، فهمتيني؟ وسيرتو لشي حاجه درتي فيها الصناعه التقليديه، وإلا كان فيها جليج مصيبه ولا كان مهم مازال واحد الخدمه مره اخرى. انت انس علاش دخلتي السياسه؟ علاش ما كرهناش نحاول نغيروا هادشي، ولكن حنا كنعرفوا الدوله ديالها والليميت ديالها. ولكن حنا ملي كتجي تقول لي انا كتصنع طلعتي المستوى ديالك بعدا، اولا ثانيا ما كاينش شي بلاد في العالم كتصنع السياره 100%، ما كايناش. ضروري عندها قطاع كتصوف بلاد اخرى. المغرب تبوزيسيونا من السبعينات في الكابلات، علاش؟ لان اليد المغربيه عندها واحد لافينيس في لوجيس اللي كانت عندنا قبل كنديروا بها السفيفه ديال الخيط، وده عندها واحد لابريسيسيون وعندها واحد لابروكسيميتي جيوغرافيك مع اوروبا. دونك مشينا بشويه درنا داك الشيء ديال كما يقولوا هبل تربح، مشينا بشويه بنا كابلات. حنا تصور معايا عندك شركه يابانيه سميتها سوميتومو كتشغل اكثر من 20,000 واحد في المغرب. هاد الناس هادو باش عايشه، واللي عايشين معاهم باش عايشين باش كيصرفوا، باش كياكلوا داك الزرع اللي كيدير الفلاح، وباش كيدير داك لابوس الكترونيك اللي دايره شركه اتصال. هانت كريتي لا فالور بعدا ديجا عندك غير هذيك الخدامه اللي خدامين كي غادي نقولوا دابا باقي الطوموبيل تمشي مغربي، ولكن ديجا ما غاتكونش عندك طوموبيل 100% ما واخا ما عادش دير. فهمت؟ ضروري مثلا نعطيك مثال بسيط، البنوات خصك الربر، خصك الكوتشو، كوتشو ماتير بريمير خصك تجيبها من بلاصه، وبلاصه باش تنقلها وخصك السخونيه بزاف باش تشكلها، السخونيه خصك الانرجي، الانرجي خصك الغاز باش تحرق. الغاز اللي عندك كريش كامله في امريكا. ديري لا براند، ولكن واش انت غتمشي دير براند ديالك؟ انا كنظن بانه شويه ديال اذا مشيتي في السيارات المحروقات العاديه ما ديرش براند، ما غاديش تنافس انت مع بوجو مع هذا. باغ كونتخ اوجوردي كاين واحد نوفو مارشي ديال السيارة الكهربائيه اللي ما كنتسوقوش كاع شنو البراند ديالها، المهم تكون زوينه. باقي جديد في العالم كامل، هذيك نقدروا نمشيو لها، وي سي ان اوبورتونيتي. وديك الساعه تولي عندك ماركه ولا هذا، المهم تخدم عليها ممكنه. ودرناها داروها المغاربه، وكاينه سياره كهربائيه صغيره زوينه. احنا بحال الشينوا واش نهار الاولاني بداو كيصوبوا لي ساتيليت ولا كيصوبوا ليميتاسيون معروفين، بداو ليميتاسيون بالمونيكا، كدير ذوك المونيكات اللي كيتباعوا في الاعياد وداك الشيء، وحتى غادي كيطلعوا في لاكام. دونك هانت الموظفين الضرائب اللي كدير لك اللي كتأدي لك فين كيمشيو؟ كيخدم بهم، مخلص بهم الشرطه، مخلص بهم الموظفين الدوله، مخلص بها التعليم، مخلص بها. ها انت كبطيتي من بارتي ديال وتتعلم، راك باقي تتعلم. ونزيدك على هذه ثالث حاجه، هذوك الناس اللي كاملين تما خدامين خصهم باش ياكلوا، خص ترونسبور ديالهم، ها هما هذوك كلهم كريتي، هذا كريتي شركات اخرين وعنده دي ديشي. هذاك الديشي شنو يدير به؟ كيعاود التدوير ديالو، كيتعاود تستعملها شركه اخرى مغربيه تحطها حداه، تقدر تجيب شركه طليانيه ولكن غادي تكون مغاربه غيتعلموا غدا غادي ينافسوهم، وانت غادي وكتكري بشويه بشويه. وصلنا دابا للكونسيبسيون، وصلتي لا كونسيبسيون، وصلتي لانك وصلتي لان تو دانتيغراسيون، وصلت تقريبا 50%، يعني 50% كيتصاوب هنا. وديك الهضره كيقولها بعض البلدان اللي عندها دائما هي المغرب وصل للدومي فينال، كيقول لك لا انت ما وصلتوش، حنا دينا كاس العرب هذاك سوق خاوي، غادي يقول لك لا ما كتصاوب والو، انتم غير كتجمعوا. الموتور كيتصاوب قنيطره، موتور يعني الام 208 وقيله 208 كيتصاوب في قنيطره، عندك لاطور غير كتجيك حديده بحال هكا، لومبوتيساج كيبدا من الاول حتى الاخر، كاينه في طنجه، كاينه في قنيطره، كاين كاع الشركات اللي كيجيو اخرين، الفرانات عندك، الكابلات عندك، هذاك الكوسانات عندك، الدراجات الشمش عندك، الالكترونيك ديال الالكترونيكا وكاين سير في بوسكوره راه اس تي ميكرو، كاينين شركات اخرى تاع الالكترونيك، الالكترونيك ماشي باش كيخدموا، ميكروسكوب رجال ونساء مغاربه، يعني ان سافوار فير ومنذ سنين وما عندك، ولكن ما كنعرفوهمش. دونك ملي كتجي تقول للناس هذا الشيء كتكثر على المغرب، ولكن ملي كيشوفوا، انا ملي كندخل بعد خطرات لشي وزينات، ملي كنصوروا هاد لي فيلم على المغرب، المغرب الصناعي، راه كنبقى مبهور، كنقول تبارك الله ما شاء الله. والطريقه باش خدامين ولا غيكوغ، يعني خلينا من داك الشيء ديال كتجرج ليك الطوموبيله، خصك تخرج. وصلنا في المغرب كنصوبوا سياره في دقيقه، في الدقيقه تصور معايا انت في دقيقه، راه ما حركتيش هذاك البراد ديالك تاعي،
دقيقة كتخرج طوموبيلة وما عندهاش الوقت باش تعطل كتبيع 300 عندها قادرية أنها تنتج 350 ألف سيارة في العام شي شحال 350 ألف يعني هذا كل شيء ومنين كتجي دير ترونسبور منين كدير هذا شيء كامل والهدف عاوتاني مرة أخرى ما كرهناش أنا صراحة أنا كنتمنى أن الدولة تدير جامعات اندستريال يعني ما نبقاوش غندير لي فورماسيون باغ اكو يعني كنجي كنفورمي لهاد لو بوزوان نخرج من تما ندير دي زانجينيور ديالي من غير لي زيكول عاديين ونديرهم شو فورم دو فونداسيون مره اخرى اللي غيساهموا فيها المصنعين ويجيبوا دي فورماتور من عندهم ونوليو عند الكابتاسيون دو سافوار هنا هنا لو وصلنا لهذا المستوى نقدر نقول لك بان المغرب وصل للمستويات البلدان الصناعيه مي حنا غاديين فيه هادشي لي بلوز امبورطون ما نوقفوش اللي بغى يهضر يهضر كنقول لهم انا المغرب قائم بذاته بحال دابا خرج واحد مؤخرا واحد الكلاسمون ديال الاكل المغربي الاكل في العالم في شحال الكلاسي المغربي المغربي جا 96 كنقول لهم دابا واش بغيتو نتايا دابا القوري غادي يفهم لك شنو هو البسطيله فيها الحمام وفيها البيض وفيها اللوز شتي فين فيها هو مولف بداك الشيء ديالو انا كنقول له ما خليونا حنا لا ديجا هاد لي كلاسمون ما تنفهمش علاش علاش شنو نستافدو شنو زوين شنو شنو زوين بنين شنو ما معناه يعني بالنسبة لي ما نبقاش نشرح الناس مش عارف شنو تكون مغربي كامل احترامي لكل البلدان الاخرين والله العظيم كنقول بكل افتخار رحنا 1200 سنة غير ديال الملكية العربية شوف قبل منا شنو كان رحنا 780 عام وحنا في الاندلس تقول لي العرب باش جاولك من اليمن اللي لحلوا الاندلس اللي فتحوا الاندلس 780 عام كنا خدامين واحد البروجي مع واحد المتحف واحد شخصيه واحد الملك جو كوا امازيغي كنا خدمنا عليه وكان 800 عام قبل الميلاد ودي التصويره ديالو بجلابه مغربيه انا فريمون تصدمت بيسير راه من بين حتى من بين اقدم الناس البشر اللي كاينين جبل اغرود جبل اغرود واحد انايا قاو مغاربه حتى ليكيب اللي خدموا عليها سيفري كانوا معاهم الناس من الاوروبيين ولكن الاستاذ اللي لقاهم راه كان مدير المدرسه هنايا ديال الاركيولوجي وداك الشيء يعني ثقافه قديمه وعريقه ومستوى ديالها طالع ومن كنقول جوستيفي انا كنقول لهم شوف 780 عام 780 عام وحنا في الاندلس شحال هما خداو باش خداو السبته ومليليا هذاك الثمن اديناه لانه كنا في الاندلس كنا شادينا حيت ملي كان كينوضوا الممالك ديالهم ديال اسبانيا ولا هذا كيطرا مشكل المغاربه اللي كيطلعوا راه الملوك ديالنا لا المنصور لا غيرهم راه كانوا طلعوا دونك كيجيو كياكلوا كما نقولوا طريحه وكنعاودوا نرجعوا وكانت مراكش فاس مناره اقدم جامعه واقدم مكتبه حاليا مشتغله في العالم هي جامعه القرويين ومنين كتشوف تاريخك منين جاي عيب عليك تكون تشد السيف وتضرب الناس تقول واه ما جاتش معايا ولكن ما عطيناش الصوره هذا مثلا ما عطيناش ما كومينيكيناش على هذه القضيه خصها تولي في المخيله المجتمعيه بانه انت كمغربي ماشي لقيط ماشي 300 400 عام استعمرك العثمانيين وجاهم بعدهم 120 عام استعمرك فرنسا حنا كانت حمايه وحمايه دامت واحد المده ولعبوا علينا فوقيت الضعف ما حنا قبل منا دائما كان معنا قوه وهذوك اللي داروا نتوما راه حفظ ديالهم 780 عام هو كيدير في الاندلس راه خرج الخيره ديالهم هما نتوما دونك هو مازال يخرج منكم العجب ولكن باش ديروها خصكم تجتمعوا خصكم تجتمعوا والاجتماع ماشي ضروريا كاملين تصوروا معايا نبداو غدا 2023 فاتح يناير نقولوا الدراري اللي شلهب الله يعاونو اللي خون شي فلوس الله يعاونو تحاسب القانون دابا كلنا غنخدمو معقولين تمشي الاداره تلقى الناس خدامه معقوله تلقى الدراري خدامين في الشركات معقولين ما كاينش كيجي في الوقت ويخدم الواحد خدمته تصور ديروها العام الله يجازيكم بخير عام نديرو 2023 كامله هكاك ومن بعد نرجعوا للعكاز هالي شوف فين غتولي ما يبقاش تقول لي كوكب اليابان ولا سي انس ندوزو لحاجه واحده اخرى عاوتاني لقيناك فواحد النهار توجد واحد الفيلم ديال الانيماسيون ميكياج رسوم متحركة كيفاش جات لي ايديا كيفاش خدامين عليه لا انا كيعجبني نجاوب علاش علاش رسوم متحركة مره اخرى لان الا بغيتي تعطي صوره للمغرب ستبدا مع الدراري الصغار وما كرهتش ندير مدرسه ولكن غالب الله راك شتي شحال اللي ميتي درت اللي كيجي يقول لك واه تكثرتي بزاف انا كنصحكم بعدا كنصح كاع اللي كيتصنت ولا اللي غيتفرج فينا ما ديرش كثرت لي ماتي
لانه كاين واحد المثل المغربي كتقول لك صبع صنايع ورزق ضايع. الحمد لله كتبقى عندي ديك لا سيكوريتي ديال انه طبيب مانجر الحمد لله عايشين الحمد لله عايشين. وحيت خرجنا من واحد المستوى بسيط وطلعنا بشويه بشويه ولله الحمد. ولكن الا بغيتي تكون مجهد خصك تبقى في واحد الميتي وتشد وتبقى غادي فيه تبقى تسقل 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 لان المستقبل غادي في ليبر اكسبيرتيز. هاد القضيه تنهضر عليها بزاف لا سبيسياليزاسيون من اهم الحوايج اللي تيماركي ستارت اب اونتربريز اي حاجه. انا لا سبيسياليزاسيون ديالي سي دو ريونير لي بون فولونتي اوتور دو بون بروش وكنمشيو للقلب الشيء. ولكن هاد سبيسياليزاسيون ما خدامش في المغرب بزاف صعيبه. حيت انا مثلا خدمت مثلا كنت مستشار في وزاره الثقافه والشباب والرياضه في الحكومه السابقه خدمنا على التراث اللامادي. اوكي منذ سنين هو هذا البروجي مبلوكي حليناه في شهرين لانه كانت واحد الرؤيه وكان واحد ليكيب اللي كان غير تنسق مع بعضياتهم كان واحد المديرين رائعين كان واحد الناس خدمنا وبدينا والمغرب كله خدم على توثيق شنو التوثيق يتحافظ على شي حوايج مثلا عندك لا بوتري ديال فاس البلو عندك لا سيراميك باردون بلو دو فاس عندك مثلا تربيه السلوكي عندك شي حوايج بسيطه اللي هي كتشكل الثقافه المغربيه بتنوعها تحافظ عليها باش خدمه كان خصك تجمع هاد الناس كاملين وتقاد الوسائل العمل ودير وتصاوب وخصك تصاوب فيديوهات وديك الفيديوهات خصهم يمشيو لليونسكو اللي غدير خدمنا عليها بطريقه جماعيه. انا هذه هو الحاجه اللي كنعرف ندير مي خصك تحط عليها واحد الاتيكيت ما كرهتش نرجع مثلا نخدم في السياسه ديال الصحه. اوكي مثلا يعني نقدر نجيب حلول ولا شفت راسي بانه ما كافيش واخا غادي يقول لك المغاربه وا حتى السياسيين شفرها واحد القضيه الوزاره ما عندهم منين يشفروا ما عندهم منين يشفر الدوله دارت حوايج ما عند الوزير ما كيجريش الفلوس ما كيقيسهمش ما كيسنيش ماشي هو الامر بالصرف الامر بالصرف شخص اخر تصور معاه هو كيحط السياسات كيحط البرامج وكيحط وإلا كان تتناقض مع قانون الماليه ومع قوانين ديال العمل ما غاديش تدوس دير هذه في بالك. البرلمانيين كيديو السب البرلماني ما عنده الخلصه ديالو كيقول لك لا كيمشي البرلمان راه ماشي هذاك الجلسه العموميه راه عنده اللجان هما اللي كيوجدوا في القوانين الجلسه العموميه راه التصويت راه كيكون تقريبا ليميت راه صافي سوري راه اللي دار في اللجان عندهم بزاف الخدمه كاين اللي كيخدم ولكن انا كنمشي ونجي في التران كنشوف من اللي جاي مراكش كيجي في كل نهار جاي بزاف كاين اللي كيسكن هنا المهم علاش درت مره اخرى باش نقيس ثقافيا المغاربه ما كرهتش نقيس العائله كلها ولكن ضروري غنبدا بالدراري الصغار دروس متحركه. انا مره اخرى كنامن بقوه الصوره وانت كتشوفها تيك توك وغيرها كيخدم بليماج دونك باش نخدموا هذه القضيه هذه كان معي الدراري في الجيمين لان شركه الجيمين سدات ما بقاش خدامه 2015 16 اخر بروجي خدمناه. دونك الدراري اللي كانوا مجهدين في المغرب كلهم مشاو تقريبا برا وهذه خساره كبيره للمغرب. دونك بقاو عند معايا الدراري اللي كيديروا لا 3D ومشيت تخصص 3D. دونك باش نبدا الشركه اش بديت درت جي كري افيك جي بريس كو جي بور كري سكو جو ني با داكشي اللي عندي صوت به شي حوايج ما عنديش خصني نقلب على الخبز. اول شركه اللي غتبدا خصها الخبز ديالها اليومي الخبز اليومي بالطروادي هو تبيع اشهار الاشهار في المغرب الطروادي ما كيامن به ديك الساعه حتى واحد ولا عطاك يعطيك واحد البيجي صغير والدراري الطروادي مطلوبين عالميا. دونك الا ما خلصوش مزيان غيمشي ليك كندا ولا يمشي ليك لفرنسا مطلوبين كيحلوا لهم بيبان لانه ما حتى عالميا قلال. دونك باش تجمع لي غوسورس مزيانين بدينا بثلاثه بينا وشويه بقينا غاديين وزايدين وشويه حتى وصلنا لواحد العدد كبير الحمد لله ولينا منتجين كبار في لا 3D كنبيعوا على برا يعني الاغلبيه برا كنبيعوا يعني ماشي المغرب يعني اللي كيخمم في 0.05% من المارشي العالمي هو المغرب راك ضيعتي عليك 99.999 ديال المارشي مونديال. دونك مشينا مساعده مره اخرى ديال استعملنا الوسائل ديال الدوله يعني مشينا واحد المعرض تقامنا 15000 درهم معرض وهذا دونك بدينا كنبيعوا ملي بدينا كنبيعوا جاو الشركات المغربيه تاهما بغاو اشهار دونك كنبيعوا لهم ثمن قل من برا باش نشجعوهم وكتشوف الاشارات ديالنا بزاف وكاين واحد يلاه داز كاينين ثلاثه ولا اربعه يلاه كيدوزوا نيت دابا في انترنت اللي كيدوزوا في بقاو في الزنقه وهذا
دونك باش نجيبوا الخبز، ولكن الهدف ديالنا كان من الاول هو ننتجوا شي فيلم ديالنا. باش تنتج فيلم بالرسوم المتحركه 3 دي بزاف ديال ديجا الوقت ياخذ لك بزاف. هو عالميا الدقيقه تقريبا بواحد بين 8000 حتى لا نهايه دولار. يعني هذه اضعف ايمانه، يعني 8000 يعني قلت لك شي هادشي اللي كنقول لك الا صوبتي لي زاسيت جرافيك ديالك صوبتيهم، ماشي اللي مشيتي شريتي داكشي من ليبراري راه كتشريهم ب 100 دولار 300 دولار. دونك لا تصوب من الاول فروم سكراتش من الاول حتى الاخر شي حاجه مغربيه محضه 100%. شي درنا الديزاين ديالها وداكشي، وبغيت نعاود قصه مره اخرى ديال المغرب ديال 2080. اوكي كيفاش كنشوف المغرب 2080؟ مشيت كنحلم شويه، درت المغرب وقلبت على السيناريست لان السيناريو مهم، وبما ان السيناريو سيونس فيكسيون، سيناريو سيونس فيكسيون رسوم متحركه مالوزمون ما عندناش ما لقيتش سيناريست اللي كتب بعد مزيان، ولكن لقينا ولله الحمد انه دوزيم ديك الساعه كانت عندها واحد النظره السباقيه، قالت لك سيدي بغيت ندير حتى انا رسوم متحركه. درت البيدجي اللي قدات عليه باش تجرب اول مره، وزعمت معنا لان عمرها ما شفت فيلم اولا رسوم متحركه مغربيين، دونك ساهموا معنا واحد القدر. هذاك القدر ما كيكفيش باش انه يؤدي لا لي سالير لا حتى حاجه، يعني انا مازال كان هاد الشركه كتقام عليا بالفلوس، ولكن كنامن بانه الا نجحنا غادي ما نوصلوش للفينال، ما نوصلوش غنمشي ديريكت للفينال. فينال يعني نمشيو شركات كبرى اللي غتمشي معنا، يعني نضرب بملايين الدولارات. وهاد القصه هذه كتعاود على المغرب 2080 اللي درتو بلاد الاكثر تقدما في العالم. اوكي وكنعيشوا في واحد المجتمع مختلف على دابا، الماء فيه قليل في هذا، ولكن مضحك شويه. والبطل ديالنا خصو باش يلقى باه اللي كيقلب عليه خصو يجي للمغرب ديال دابا. اوكي دونك غادي يكون واحد الصراع بين المستقبل والحاضر، وغياخذ اللي زوين في الحاضر وفي المستقبل باش يقدر يربح في الاخر. صافي هذا لو موديل، واش تشوف بلي المغاربه الدراري الصغار محتاجين واحد لو موديل مغربي؟ لا دابا دائما في القصه هي لي ديفيرتيسونت، ولكن المشكل اللي خلعني انا هو الديفيرتيسمون المستوى ديالو طلع بزاف. كيفاش تولي غالب على لو كونتوني بوزيتيف؟ ولا انت كتعرف دابا الا درتي فيديو وبدو 6 سكوند المتفرج كيطلق، الا ما شتاتوش 6 سكوند عرفتي شنو يعني؟ خصني نبقى لاطونسيو خدامه في الفيلم كله، ميمكنش. وانا حنا ما خدمنا با هي مسلسل في 4 دقائق، ولكن الكتابه خصها تكون مهمه وغرافيكمون تكون مزيانه والاصوات يكونوا مزيانين، واحد التخليطه كبيره. اكبر بروجي درت في حياتي هو هذا، شكون ما كاين ديسان زانيمي اصعب حوايج دونك باش نديرو وما مشيناش في مستوى مويا. ان شاء الله فاش غادي يخرج الحمد لله ان شاء الله مستوى بحالنا بحال اوروبا او لا احسن. خلينا داكشي اللي كتشوف ديال الدراري الصغار، لا فريمون رسوم متحركه ديال معنى الكلمه. اوكي صامارش، وصلنا لواحد ليطاب اللي هي مهمه، هي السياسه. كيفاش جات السياسه؟ شويه لقينا مستشار ديال بزاف ديال الوزارات، وكنا في واحد الحلقه فاس هضرنا على واحد القضيه دارها وليد الركراكي باش نجحنا، هي لا كونتينيتي ديال الخدمه ديال الناس اللي جاو قبل. دابا انت عاشر شي بلوزيغ وزارات، واش تشوف بلي هاد القضيه هادي تديرونجي شويه ان واحد تيجي تيبدا من الاول استراتيجي؟ بيان سور ميمكنش. حنا الحمد لله عندنا هاد القضيه ديال النظره البعيده اللي كتبقى متركزه، اولا كتجيب خاص من عند الملكيه اللي كتخليك مثلا ديك بروجي كبار مثلا طونجي ماد ولا الصناعه ولا هذا كتكون، اولا مثلا الانرجي فيرت ولا هادشي، منين كتكون مشدوده مزيان من الفوق ما عمرك تخاف عليها. ولكن ملي كتمشي لواحد الحوايج اللي كتكون بحال دابا التعليم وهذا كيجريوها سياسيين كيكون في اغلب الحالات ما كيكونش واحد لا كونتينيتي. حيت ما نساوش واحد القضيه، الوزراء كيتبدلوا الاداره راه كتبقى. دونك الاداره راه عندها هذيك المبادئ، ولكن كل واحد كيفاش كيسير الاداره ديالو. الوزير كاين عنده واحد كتيب العام اللي كيجيري، وهذا في المجال الاداري. والوزير راه يمشي والموظف راه ما يمشيش، هذه مره اخرى موظف الوزاره تيبقاو كيبقاو، يعني الا عندهم واحد الثقافه هي شخصيه مختلفه ما غاديش يقدر ما يتبعوش الوزير ديالهم ويكلاشيو معاه ويقولوا مشاكل ولا هذا. انا اللي كنتمنى هو انه نقطعوا مع هذه القضيه هذه، ولكن الطريق اللي غادي فيها المغرب دابا شنو هو؟ عندك واحد بحال قلت شي واحد
منشآت موازية للحكومة اللي هي دستورية، مثلا مجلس أعلى للتعليم واحد آخر للشباب، ولا كتحط واحد خريطة طريق بحال هذا الموديل ديفلوبمون الجديد، ولا كتحط لك واحد خريطة الطريق كتعرف راسك فين بغيتي توصل من 2050. دونك ماشي يجيو الحكومات تيدخلوا في هذاك، كيدخلوا في ذاك السياق وخصهم يخدموا عليه، وعندهم شي حوايج ديالهم خصهم يخدموهم، ولكن ما تجيش تهرس داك الشيء اللي قبل. اكزاكتلي، اما دير لا كونتينيتي، باسكو أي شركة كاين في الموديل ولا المغرب اللي كنشوفوا كنخشوا كذلك كشركة بحال كايزن غادي وكتطور بشوية بشوية. ما تحاولش بان غادي توصل واحد الثورة طحق طلع ما كايناش هادي، ولا غتجيب لنا انت شي حاجة من لا ما كاينش اساس سحرية، هي ضروري كيدخل فيها بزاف ديال لي زانغريديون، وخص فيها واحد العمل، وخص قوانين، وخص تطبيقات، ولكن خص واحد النظرة، وخص القابلية انك تقدر تجمع الناس حول الفكرة بدون نجومية مرة اخرى، لان المغاربة ما عزيزش عليهم ذاك اللي كيدير عليهم بطال ولا يدير عليهم ذاك الشيء، لا خص يبقى معهم تواضع وتجلس معهم وتصنت وتفهم هذا شنو، وعندك المشاكل الداخليه وتعرف انه كاين واحد الصراعات وكاين عندك نقابات، وعندك خصك تفهم هذا الشيء كامل وتبقى وتعرف راسك كسياسي انك كتمثل شيئا ما المملكه المغربيه. ولما كنقول المملكه المغربيه لو نبدا نهضر عليها ما غاديش نسالي، هي ثقافه وملكيه وتاريخا وبزاف الحوايج، دونك كتمثلها، دونك ما تهبطش المستوى ديالك واخا تكون وزير سابق، خصك تبقى قد المسؤوليه لانك كتحمل هذاك السيمبول اللي هو الدرابو وكتسمى وزير سابق او وزير حالي، يعني عندك واحد المستوى ما خصكش تهبط ليه. فهمت. دونك مثلا ما يمكنش نكون انا مثلا انا وزير يولي كنسمي انا واحد ثقافه الجوقه يبقى ما يبدا يهضر داك الشيء، خصو يعبر كلامه ويعرف يتهضر مزيان ويسمع المواطنين وبتواضع، ولكن في بعض الحالات الاب كيختار لك شي حوايج كتكون كيكونوا صعاب، انت كيبان لك في الصغر كيبان لك صعاب، ولكن ملي تكبر تفهم علاش. مثلا انا اليوم نقدر نقول لك من بين اكبر الاختيارات اللي دار المغرب وزوينين هو هذا الشيء ديال سميتو التغطيه الصحيه، ما دافعت احد حرام لانه مهمه. هي راه الدرويش ما كانش يخلص ما كانش يلقى باش يخلص الدواء ولا هذا، مي دابا حنا غاديين فيها، ولكن التغطيه ورقيا كونسيبت زوين، وفين الطبه اللي غادي يخدم لك، فين الفرمليه، فين خص تكوين، خلطه كبيره صعيبه كتستمر في الوقت وما كاينش اللي غادي يخرج ويقول لك انا درت، ما كاينش النجوميه مره اخرى، ما كاينش البطوليه، كاين المغرب هو اللي خصو يربح. والمغرب ماشي غير تديد دابا، خص نشوفو من هنا 2040 لانه كيف مجد 80 كيف مجدودنا تقاتلوا باش يخلوا لنا هذه البلاد هكا مقاده، حتى حنا خصنا نتقاتلوا باش ولادنا يترحموا علينا. غضبت سي انس الى سولتك مورا لو باركور كامل ثلاثه الحوايج عاونوك فاش وصلتي ليه، ولا ثلاثه الحوايج اللي تقولهم لي جون باش يعيشوا بلا باسيون ديالو بالشغف ديالو؟ اولا دير الخير تلقاه، والله العلي العظيم هذه بتجري. انا عاونوني شي ناس جروني من يديا وزادوا بيا، ما بقيتش عاود شتهم، كاين اللي مات الله يرحمه في النار، وكاين اللي دار فيه الخير هكاك لله في سبيل الله. ثاني حاجه الا ما عرفتيش راسك منين جاي ما تعرفش راسك فين غادي. شوف تاريخك، شوف شكون انت. ثالث حاجه وقف الصحاح، كن مسؤول. الراجل راه ما جاتش بالسن، الفرق بين دري صغير اول حاجه كيقول لك لا وكيبكي كيشكي كيغوت ما كيعرفش اكسبريمي، كون راجل تقدر توصل لها كون ريسبونسابل، مسؤول امام نفسك، مسؤول امام مجتمعك، امام تاريخك، امام جدودك. ما بغيتيش تحمل المسؤوليه حقك، ما بغيتيش تعتبر هذا الوطن وطنك حقك، ما كاينش مشكل. مشيتي لوطن اخر وتهلا فيك وكبرك حقك، حنا كنحترموا هذه القضيه ما عندناش هذا الاشكال، ولكن ثلاثه الحوايج ما يخلعك حاجه، راه اخرتنا الموت، ومنين غتجي ما تكون تحس بوالو، دونك سير زعم توكل على الله، ولكن خدم دماغك خمم، ولكن اللي تدقى فرح راه درس وعاود نوض منين باقي بصحيحتك، هذا هو المهم. دونك ثلاثه الحوايج صافي. شكرا لك. دونك شكرا سي انس، شكرا حجيتي وشرفتينا اليوم، استمتعت بهذه الحلقه. مرحبا. جو كوا كو شحال من حاجه زطينا غاش ما قدناش الوقت، دونك ميرسي بوكو على الديبلاسمون، جيتي عندنا وشرفتينا. بارك الله فيك. نتلاقاو ان شاء الله في اوبورتونيتي واحده اخرى ان شاء الله بتيسي الله. دونك ما تنساوش باش تقدروا تفرجوا فينا سوغ يوتيوب فيسبوك انستغرام، وتقدروا تسمعونا سوغ توت لي بلاتفورم دو ستريمينغ ديزر سبوتيفاي اي ابل بودكاست. تهلاو.